لاعبين. هنبدأ بالتشكيلة. الأحمر النهاردة صاحب الملعب في مباراة اليوم، فتحي مصطفى في حراسة المرمى. أدي قدامنا الفرقتين موجودين، لعيبة النادي الأهلي بتبدأ كده بفاتحة الكتاب، والناحية الثانية لعيبة إنبي بتكمل الإحماء. نكمل بقى تشكيلة الأهلاوية، فتحي مصطفى في حراسة المرمى، أربع لعيبة في المناطق الدفاعية، أمير علاء وحسام عادل وأحمد عبدين عبد الله طاهر، معاهم إبراهيم عادل ويوسف إسلام هشام مصطفى، ثلاثي وسط الملعب، وثلاثة في المناطق الأمامية، عمار وليد ويوسف السيد وعمر سيد معوض. الناحية الثانية نادي إنبي بيبدأ بنور عمر في حراسة المرمى، قدامه محمد سمير وأحمد شريف، زياد محمد، عمرو خالد، أربعة مناطق دفاعية. أدي حكمنا عبد الكريم نصار اللي هيقود المباراة النهاردة، محمد عبد العزيز، زيزو وهارون، اثنين ديفندر في تشكيلة إنبي، عبد الله طارق وعلي إيهاب إبراهيم محمد، ثلاثة مصممين هجمات للفرود الصريح محسن أشرف. بدأنا أحداث التسعين دقيقة، على شمالنا لعيبة النادي الأهلي، الاستلام من المنطقة الدفاعية أحمد عبدين بعرض الملعب. هنشوف النهاردة بعد الفوز في اللقاء الأخير على المحلة بخماسية خارج ملعبهم لعيبة النادي الأهلي، وأيضا انتصار عريض للعيبة إنبي بثمان أهداف، هو الانتصار الأكبر في المسابقة لغاية دلوقتي، فازوا على الاتحاد السكندري في ملعبهم. آدي استلام من أمير علاء اللي هيقوم النهاردة بواجبات الجبهة الشمال الدفاعية. أمير، مقطوعة في وسط الملعب لنادي إنبي، موجود زيزو ماشي بيها، يلعبها قصيرة إنما يقراها كويس قوي، برافو يا ولد يا لعيب. إبراهيم عادل بيفتح له عمر سيد معوض اللي رايح من الجبهة اليمين، إنما بيحلق الدفاع رايح زياد محمد وياخد معاها ضربة مرمى. يبقى ضربة مرمى أقل من دقيقة، البداية الهجومية من نصيب النادي الأهلي. بقول لحضراتكم فرقتين من الفرق اللي بتقدر إنها تفوز ببطولات الناشئين والشباب خلال مسيرتهم في العشر مواسم الأخيرة. سامي ندى مع إنبي قدر إن هو يفوز بدوري 99 مرتين. أدي تمريرة أمامية، إنما التغطية الدفاعية بيحلقوا عليها لغاية ما يطلع يخلص الموقف على طول فتحي مصطفى. قدامنا فتحي مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي، وأنا بتكلم على الاثنين المدربين هنا وهنا بنفس الحالة، الكابتن سامر عبد الرحمن. وعلى فكرة الكابتن سامر كان اشتغل في قطاع الناشئين مع نادي إنبي، مدرب النادي الأهلي النهاردة. تتلعب أمامية، أمير علاء يلغي مراحل التحضير ويلعب لقدام، إنما توصل سهلة لنور عمر حارس البترولي، موجود النهاردة يوسف أيمن حارس بديل ليه، يلعب على طول طويلة أمامية، نور على وسط الملعب، ياخدها لعيبة النادي الأهلي عن طريق إبراهيم عادل. هناك في الجبهة الشمال أمير علاء، أكتر واحد لمس الكرة في الدقيقتين، أمير للخلف تماما عند فتحي مصطفى، يستلم منه أحمد عبدين، الاثنين المساكين النهاردة عبدين وحسام عادل، هنشوف هيشتغلوا ازاي على محسن أشرف قلب هجوم نادي إنبي. مقطوعة تاني، لقاء من اللقاءات القوية سواء على مستوى الفريق الأول أو كل مراحل الشباب والناشئين، لقاءات الأهلي وإنبي تملي بتكون صدمات فنية عالية. بره الملعب إلى رمي التماس، ما يقدرش يعمل عليها كنترول، كان زايد ورايح لقدام عمار وليد، إنما تطلع بره إلى تماس. واقف سامر عبد الرحمن بيدي تعليمات أهو قدامنا ورا لعيب إنبي اللي بيلعب رمية التماس عمرو خالد. تتلعب تاني في المنطقة الخلفية هناك عند رقم خمسة أحمد شريف، بيطلعها بره بدون فلسفة كده، الراجل أول ما اتضغط يطلع خارج الخطوط، ورمية التماس للنادي الأهلي. ست نقاط للنادي الأهلي من لقائين، فوز على الشرقية للدخان والمحلة، وثلاث نقاط لإنبي من فوز على الاتحاد، وكانوا باي أو ما لعبوش الأسبوع الأول. تاني في المساحة الضيقة، كل اللعب لغاية دلوقتي من جبهة أمير علاء الباك الشمال للنادي الأهلي، التغطية الدفاعية موجودة يحلق عليها تطلع بره زياد محمد، النهاردة برضو بيلعبوا باتنين قلبي دفاع زياد محمد وأحمد شريف في المناطق الدفاعية لنادي إنبي. أربع دقايق من البداية، يلعب على طول نور عمر الحارس على جنب، نزل لتحت رقم سبعة زيزو عشان يستلم، ادي محمد عبد العزيز زيزو يشتت لقدام احمد شريف، طالع لفوق امير علاء يردها بدماغه، كرة مشتركه هياخدها امير ويعمل عليها كنترول، انما وسط اثنين او ثلاثه كمان بداوا يضغطوا اهوت، انما ياخدها تاني، برافو يا ولد يا لعيب، وتطلع بره الى رمي التماس. لسه الملعب مخنوق، بقول لحضراتكم لان كل التركيز على الجبهه الشمال اللي فيها امير علاء، لو رفع عينيه لعيبه النادي الاهلي تصطدم الكرة بالحكم هيوقف اللعب،
التعديلات بقى في القانون من السنه اللي فاتت، لازم هو هيعمل اسقاط وهيعمل للاعب نادي انبي، لان ما كانتش ضربه حره، لاعب انبي خد الكوره وبدا بضربه حره هيلعبها له، هي الاسقاط اللي بتكلم عليه، طويله اماميه، زيزو يلعبها قدام في اتجاه محسن اشرف و ابراهيم محمد جوه ال 18 عاوز يقتحم، انما ياخدها تاني لعيبه النادي الاهلي من الجبهه اليمين، عبد الله طاهر وعمر سيد معوض اللي بيشتغل النهارده قدام الباك اليمين بتاعه، طويله اماميه يطلع لفوق، برافو يا ولد، بدماغه يردها تاني حسام عادل، انما يسيطر عليها في وسط الملعب محمد هارون لاعب رقم 22، محمد عزت هارون، انما هنقول محمد هارون هو اسم الشهره بتاعه، على حدود المنطقه هجمه في منتهى الخطوره علي ايهاب، انما التكتلات الدفاعيه موجوده، لعيبه النادي الاهلي تقفل من العمق، تاني ياخدها وتسديده، انما برافو يا ولد، اول اختبار لفتحي مصطفى، بيسدد محسن اشرف حتى بيكلم اهوت ويفوق لعيبته، حارس المرمى فتحي مصطفى اللي بيعمل تراي كويس على تسديده محسن اشرف، قلب هجوم نادي انبي في اول هجمه خطيره على دفاعات النادي الاهلي اللي كانوا عاملين تكتل في العمق، انما قدر يهرب كده محسن اشرف ويسدد، واقف كويس قوي يتعامل معاها فتحي مصطفى. تاني من المنطقه الدفاعيه احمد عبدين، لسه ما حدش قرب عشان يستلم، يلمسها لابراهيم عادل، يروحوا بيها هناك عند امير علاء، ثلاث تمريرات كويسين، يقرب منهم عمار وليد، لعيب مهاري على فكره عمار، انما رجع تاني بقى وشه على جونه، عاملين الضغط كويس قوي لعيبه انبي، مش مديين فرصه لعيبه النادي الاهلي ان هم يعملوا تمريرات او يلعبوا بارتياحيه في منطقه وسط الملعب، عشان كده معظم اللعب بنلاقي الاستلام من ورا هوت احمد عبدين مع حسام عادل، بيبداوا مراحل التحضير من الخلف للامام، انطلاقه لقدام تتلعب هناك في الجبهه الشمال عند عمار وليد، اللاعب المهاري اللي بتكلم عليه اللي هيكون نقطه خطوره مهمه جدا، عمار لسه ما حدش قرب منه، عمار ضاغط عليه رقم خمسه احمد شريف، تطلع منه برضه لعيبه النادي الاهلي لازم تقرب في المساحات، ادي الكابتن خالد بيبو المدير الفني لقطاع الناشئين موجود طبعا على راس القطاع مايكل بروكيتش التشيكي، والكابتن خالد بيبو هو رئيس قطاع الناشئين، بره الى ضربه مرمى، قربنا من سبع دقائق لقاء لغايه دلوقتي في مناطق وسط الملعب هنا وهنا بدون اي خطوره حقيقيه، باستثناء التسديده اللي عملها محسن اشرف لاعب انبي على مرمى فتحي مصطفى ومسكها فتحي بشكل جيد، تتلعب ضعيفه في وسط الملعب، راجع لورا بيحاول فيها عبد الله طارق، انما تطلع الى رمي التماس، تتلعب على طول رمية التماس، انما وقف بشكل غريب عبد الله طاهر، كان لازم يروح ويتدخل، ضغط عليهم محسن اشرف رقم 10 كابتن انبي، وتطلع تاني الى رمي التماس، ترجع لورا يعليها حسام عادل هناك في الطرف الشمال، انما تطلع بره قبل ما يسيطر عليها عمر سيد، نجل سيد معوض نجم النادي الاهلي الباك الشمال الدولي واللي كان موجود في الجهاز الفني للمنتخب مع الكابتن حسام البدري، سيد معوض واحد من افضل اللعيبه اللي لعبت في الجبهه اليسرى للاهلاويه، لو اتكلمنا كده على اخر 30 سنه النجم الكبير الكابتن ربيع ياسين، جه بعد كده اسماء الكابتن محمد عماره، الاسماء الكبيره اللي لعبت في الجبهه الشمال الدفاعيه، وادي ابنائهم بقى بيكملوا في قطاع الناشئين، تاني في وسط الملعب الاستلام وماشي وطالع علي ايهاب، واحد من اللعيبه اصحاب الخطوره علي ايهاب اللي لابس القميص رقم 6، سجل 3 اجوان امام الاتحاد السكندري في اللقاء اللي عملوا بيه انتصار كبير في الاسبوع الثاني، وزي ما قلت لحضراتكم انبي لعب لقاء وحيد، الاهلي لعب لقاءين، رمي التماس محمد سمير هيلعب رمية التماس، سامعين الاذان في الملعب، الله اكبر الله اكبر، ملاعب النادي الاهلي في مدينه نصر اللي بتستضيف لقاءات الشباب والناشئين، الشكل بقى حلو السنه دي الموسم الجديد 2021-2022، تتلعب رميه التماس اماميه، لقاء بدون خطوره هجوميه على كلا المرميين، رايه المساعد وليد عبد اللطيف يدي قرار، وادي مقفل جبهته تماما امير علاء لغايه دلوقتي، رمي التماس لانبي هيلعبوها طويله زي الركنيه، تتلعب جوه ال 18 تعدي في منتهى الخطوره، ادي العرضيه عند محسن خطيره خطيره الانبي اللي بقول لحضراتكم بيظهر بهجمات عن طريق محسن اشرف داخل 18 وصندوق احمد عبدين وحسام عادل في الثمان تسع دقائق اللي فاتوا، ولو ما خدوش بالهم الاثنين المساكين هيعملوا خطوره سواء
محسن اشرف او علي ايهاب اللي بيجي له من تحت، ومعاهم عبد الله طارق وابراهيم محمد. ادي التسديده اللي عملها محسن اشرف، ولكن بجوار القايم عشان يضيع الكره القريبه اللي كانت داخل 18 الاهلاويه. ترجع الكره تاني لورا، مغطي زياد محمد، يشيل لقدام في اتجاه حسام عادل وعبد الله طاهر، انما عبد الله يشترك، برافو يا ولد، يخلصها قبل ما يروح بيها عبد الله طارق. هنا عبد الله طارق وهنا عبد الله طاهر، واحد في انبي وواحد في الاهلي. استلام تاني، عمر سيد عاوز يعملها بحرفنه هناك، خطيره، ممكن عمار عملها حلوه ورا المدافعين، انما كانت جامده شويه على عمار وليد، انما بدا يظهر هو عمار وليد داخل الصندوق. لسه ما شفناش يوسف السيد وهشام مصطفى اللي المفروض هيبداوا يجوا من تحت يكملوا مع المناطق الاماميه. لغايه دلوقتي الشغل كله من الجبهه الشمال اللي بيقرب امير علاء ويكمل مع زمايله، انما ما قدروش برضه يوصلوا بخطوره حقيقيه على دفاعات الرباعي زياد محمد واحمد شريف وعمرو خالد. طويله اماميه بدماغه يردها من وسط الملعب يوسف اسلام. علي ايهاب بيشترك، انما برافو يا ولد، ابراهيم عادل يقطع كويس ورايح وزايد لقدام، يزحلق قدامه ويطلع بره عمرو خالد الى رمي التماس، تخبط وهي خارجه في ابراهيم عادل وياخد منها تماس انبي، تتلعب رمية التماس على طول في اتجاه امير علاء في وسط الملعب. رجع هشام مصطفى كابتن النادي الاهلي رقم 10 ويساعد مع زمايله في البدايه من وسط ملعبه من المنطقه الدفاعيه. حسام عادل عايز يشيل لقدام، انما تخبط في عبد الله طارق، ياخدها عمر سيد عاوز يعمل انطلاقه، ضاغط عليه مش سايبه رقم 2 محمد سمير جوه ال 18 في منتهى الخطوره. ممكن العرضيه خطيره، وادي يقلش المدافع، خطيره خطيره فوقتنا اللي فاتت دي، واول اقتحام عن طريق يوسف السيد اللي كنت لسه بقول يوسف غايب عن المناطق الاماميه، ويعمل عرضيه بيتكلم معاه ابراهيم عادل، انما اللعبه بدايتها ايه؟ عملها حلو قوي يا ولد يا لعيب عمر سيد، والتحرك الروعه داخل ال 18 من يوسف السيد، يلعب عرضيه تخبط في رجل المدافع، وكان ممكن عمرو خالد يسجل اول اهداف المباراه في مرمى فرقته، ولكن الى ضربه ركنيه. يبقى اول خطوره حقيقيه الشراسه الهجوميه من نصيب الاهلاويه في الدقيقه 12. ضربه ركنيه في النهايه تتلعب داخل الصندوق، يتعامل معاها الدفاع، الانطلاقه من وسط الملعب عن طريق عبد الله طارق الى رقم 6 علي ايهاب اللي بدانا نقول اسمه كتير، النقطه المحوريه في الربط علي ايهاب في وسط ملعب انبي. تغطية دفاعية موجودة من أحمد عبدين يشيلها على جنب عند عبد الله طاهر، عبد الله طاهر ضاغط عليه عبد الله طارق من الناحية التانية جوه ال 18 في منتهى الخطورة. لو اتأخر حسام عادل كانت هتعمل مشكلة هناك في الجبهة الشمال عند أمير علاء، يطول لقدام أمير يقطعها محمد عبد العزيز زيزو اللي عمل مرحلة دفاعية أولى قبل الديفنس بتاعه، يغير اتجاه اللعب حلو قوي، يستلم عمر سيد جاي له بينادي عليه وعامل انطلاقه من الخلف للامام عبد الله طاهر. حلوه يا ولد يا لعيب العرضيه، جمله في منتهى الجمال اللي فاتت ما بين عمر سيد، ممكن تسديده خطيره حلوه اللي فاتت. بدا يفوق اهوت لعيبه النادي الاهلي في المنطقه الاماميه، وبعد ما ام بيهدد مرتين خلال ال 12 دقيقه راح مرتين دلوقتي برضه قدامهم، سواء لعبه يوسف السيد العرضيه او التسديده الاخيره بعد ما شال من جوه ال 18 الدفاع، اصطدع حلو قوي كابتن التيم هشام مصطفى، انما تعلى عن العرض. ضربه مرمى، لقاء قوي بقول لحضراتكم، في نديه في تكافؤ حتى على مستوى السيطره والهجمات لكلا الفريقين لغايه دلوقتي، لعبه مشتركه في منطقه وسط الملعب، ياخدها محمد سمير، محمد سمير الى علي ايهاب هناك عند عبد الله طارق، عبد الله عاوز يبص ويلعب عرضيه لسه ما حدش قرب له، ترجع لورا تاني في وسط الملعب ثلاث تمريرات ارتداد وانسحاب تكتيكي لعيبه النادي الاهلي في وسط ملعبهم بشكل حلو قوي، عشان كده خلصوا الموقف الدفاعي بشكل اكتر من رائع. يوسف اسلام رجع قدام الثنائي احمد عبدين وحسام عادل ويقطعوا في بدايه الهجمه اللي فاتت، خدها تاني لعيبه انبي، تمريره لقدام من عمار، انما محسن اشرف اللي راجع برضه على وسط ملعبه هو يبدا مع زمايله، جات الكوره في ايده وقرار من الحكم عبد الكريم نصار
بلمسة يد وضربة حرة لصالح النادي الأهلي. سلامات للكابتن محمود الخطيب اللي تعرض كده لوعكة صحية بسيطة. النهاردة كان موجود في النادي الأهلي في الجزيرة عشان التقديم للانتخابات القادمة. حمد لله على السلامة لبيبو رئيس النادي الأهلي ومحمود الخطيب الأسطورة العربية والأفريقية اللي الجماهير عايزة تطمن عليه بصرف النظر عن مكانه كرئيس لمجلس إدارة النادي. استلام مرة تانية لنادي إنبي. محمد هارون يلعب بعرض الملعب إنما جامدة على زميله عمرو خالد تبقى تماس. إبراهيم عادل يسندها لأمير علاء للخلف تماما عند أحمد عبدين، لسه محدش قرب منه، زايد هو القدام. يجي عمر سيد اللي عامل نشاط جيد عمر في الجبهة اليمين، بيلعب برجله الشمال وبيجي من الجبهة اليمين يدخل لجوه، هتبقى ميزة عنده. عمر سيد معوض عامل لغاية دلوقتي 14 دقيقة في منتهى الجمال، سواء بالتمريرتين اللي عملهم ضرب بيهم دفاعات نادي إنبي أو تحركاته لما يقرب من جبهة عبدالله طاهر الباك اليمين. رمية التماس ترجع لورا أحمد شريف تتخطف منه، ممكن عرضية داخل ال 18. الاستلام يوسف السيد، لازم حد يقرب منه يسند عليه لما يطلع الدفاع مرة تانية. في وسط الملعب مقطوعة عبدالله طاهر يلمها حلو يوسف إسلام، برافو يا ولد يا لعيب، ويلف ويروح في المكان الفاضي عند أمير علاء، ينزل لهم عمار وليد. عمار يرجع تاني على يوسف، يوسف إسلام يطولها لقدام. بقول لحضراتكم مباراة تكتيكية من الاثنين المدربين بره، سواء سامر أو سامي ندى، سامر عبد الرحمن اللي بيقود النادي الأهلي أو سامي ندى المدير الفني لفريق إنبي. تسديدة من بعيد قوي كأن الراجل بيخلص من الكرة. إبراهيم عادل من مسافة كبيرة من وسط الملعب تقريبا بره إلى ضربة مرمى. عموما 16 دقيقة النادي الأهلي بيعمل سيطرة ميدانية في منطقة وسط الملعب، هدد مرتين مرمى نور عمر اللي قدامنا حارس مرمى نادي إنبي. في المقابل إنبي في الوقت اللي فات برضو راح مرتين كان فيهم خطورة عن طريق محسن أشرف قلب الهجوم بتاعهم. آدي عمار وليد، يرجع عمار على إبراهيم عادل، برضو النقطة المحورية زي ما بنتكلم على عمار الناحية التانية. تلعب الكورة في منتهى الخطورة عرضية ممكن، إنما يرجع لورا يعمل المساندة الدفاعية. محمد هارون ياخدها هناك عمار وليد، عمار ضغط عليه رقم 14 إبراهيم محمد، ياخدها تاني لعيبة نادي إنبي عند محسن أشرف. محسن يضغط عليه ويطلع بره إلى رمي التماس، خبط كده حسام عادل في محسن أشرف في الالتحام والاشتراك اللي فات. سلامات ليه حسام عادل لاعب النادي الأهلي اللي قرب هو توجيه لغاية تقريبا منطقة وسط الملعب، اللي وراه ده المدير الفني الكابتن سامي ندى، موجود الكابتن محمد إسماعيل أول واحد اللي قاعد ده المدير الفني على فكرة لقطاع الناشئين في نادي إنبي، كان واحد من نجوم إسكو في الثمانينات والتسعينات محمد إسماعيل. كابتن طارق عبد الله مدير فني 2003 اللي قاعد جنبه في التشكيل الفني كده لقطاع الناشئين في نادي إنبي. بالمناسبة كان فريق 2003 بيواجه الأهلي في لقاءات الأمس وتعادلوا بدون أهداف، وعشان كده بتكلم إن دايما المنافسة ما بين الأهلي وإنبي في دوري الجمهورية معاهم طبعا الزمالك، إنما الأسماء على طول اللي بتسيطر أهلي وزمالك وإنبي على البطولات معاهم المقاولين العرب، عشان ما ننساش حد من الفرق اللي ليها باع وقطاع ناشئين جيد بيقدر يسيطر على البطولات. قام حسام عادل سلامات تتلعب تاني من منطقة وسط الملعب عن طريق علي إيهاب، إنما سهلة في إيد فتحي مصطفى. موجود عمر كمال بديل النهاردة لفتحي مصطفى، طويلة أمامية يلعبها في اتجاه يوسف السيد وهشام مصطفى، ياخدها عمر سيد معوض. عمر وجايله من تحت عبدالله طاهر، إنما يعتمد على نفسه ويعدل تاني ويلعب عرضية في اتجاه الجبهة اللي هناك عند عمار وليد، إنما جامدة عليه تبقى ضربة مرمى. 19 دقيقة تعادل السلبي بدون أهداف، الأسبوع الثالث من دوري الجمهورية 2006 على ملاعب النادي الأهلي، بيستضيف النهاردة الفريق البترولي نادي إنبي. يستلم تاني يوسف إسلام، على جنب يوسف إسلام عند أمير علاء اللي بيحاول يعمل اقتحامات لقدام عشان يساعد عمار وليد اللي معاه الكرة دلوقتي. ضاغط عليه رقم 7 محمد عبد العزيز زيزو، عرضية حلوة خطيرة اللي فاتت طالع الحارس نور عمر
وانما يخطفها حلو قوي يوسف السيد اللي بدا يظهر بخطوره حقيقيه. ادي العرضيه الجميله اللي عملها امير علاء اللي بقول لحضراتكم عامل مجهود واقتحامات وسبق بخطوه حلوه قوي يوسف السيد هارد لك يا ولد، وتاخر برضه في الخروج نور عمر. انما هجمه خطيره، جمله تكتيكيه واضحه المعالم من الجبهه الشمال للاعيبه النادي الاهلي اللي لغايه دلوقتي بيقودها بكفاءه امير علاء اللاعب رقم 12. بره الملعب الى رامي التماس. يبقى لو لخصنا كده الشكل الهجومي، 3 4 هجمات مؤثره من نصيب لعيبه سامر عبد الرحمن على دفاعات انبي، في المقابل مرتين فقط لا غير قدر انبي ان هو يوصل للمنطقه الدفاعيه اللي فيها احمد عبدين وحسام عادل خلال الوقت اللي احنا لعبناه. رامي التماس عند عبد الله طاهر، قريب منه عمر سيد وجاي لهم كمان هشام مصطفى، لسه ما لعبش. يستلم هشام، ملعوبه هناك الى عبد الله طارق. عبد الله طارق بوش رجله يا ولد يا لعيب، تمريره حلوه لمحسن اشرف، ترجع تاني عند محمد عبد العزيز زيزو في وسط الملعب بدماغه يرد اماميه هناك عند علي ايهاب. انما قبل عبد الله طارق يطلع دفاع النادي الاهلي، يستلم تاني عبد الله. عبد الله في مساحه ضيقه لمحسن اشرف، ثلاث تمريرات عايز يسلمها لزيزو، ياخدها لعيبة الأحمر وعايزين يعملوا المرتدة السريعة، إنما جامدة قوي على عمار وليد، تطلع بره لرامي التماس. رامي التماس لصالح إنبي، زيزو إنما يضغط عليها كويس قوي حسام عادل ويكتم الكرة هناك عند أمير علاء إلى عمار وليد لأمير. ثلاث تمريرات في مساحة ضيقة بشكل حلو قوي عملها يوسف إسلام مع أمير و عمار وليد، انما مقطوعه تاني لنادي انبي في مساحات كبيره في الملعب. اول ما الكره يتغير اتجاهها هناك عند عبد الله طارق، انما يشترك معاه. برافو يا ولد يا لعيب. من هنا عبد الله طاهر هو اللي يقطع، وعبد الله طارق اللي كان عايز يقتحم في صفوف انبي، انما خلص الموقف الدفاعي بشكل كويس قوي. عبد الله طاهر الباك اليمين في تشكيله النادي الاهلي، ياخدها من جديد طارق، يرجع لورا عبد الله طارق، انما في لعيب واقع هناك في وسط الملعب هيروح يطمن عليه عبد الكريم نصار. وادي برضو واقع كده يمكن من المجهود ولا حاجه، اللاعب محمد سمير هيقومه، ما فيهوش اي حاجه. اللي كان واقع رقم 3 عمرو خالد، ومحمد سمير رقم 2 اللي كان قاعد كده بيريح هو قدامنا، انما قام برضو. سلامات لعمرو خالد. منتصف تقريبا الشوط الاول بنقرب منه، تعادل السلبي بدون اهداف، هيرجعوها لعيبه النادي الاهلي بروح طيبه. برافو عمر سيد وهشام مصطفى، رجعوها لعيبه نادي انبي. نور عمر هيلعب لقدام نور، طويله عاليه في اتجاه محسن اشرف، تترد تاني عند زياد محمد بدماغه عاليه، يحطها عمر سيد حلوه ليه هشام مصطفى. ابراهيم عادل، أمير علاء إلى عمار وليد، يضغط عليه عمار وراجع لورا زيزو، لما يشترك معاه إبراهيم عادل في المساحة الضيقة كالعادة. إبراهيم، إبراهيم لسه ما حدش جاله من زمايله عشان يقرب عليه. عمار وليد جه برضه في نفس المكان أكتر من ست لعيبة من هنا ومن هنا، عشان كده الملعب بيتخنق. وبقول لو اللعيبة بصت في الاتجاه التاني هيبدأوا يغيروا ويعملوا هجمات في منتهى الخطورة في المساحات الفاضية. طبعا كل دوت مع تقدم بقى المراحل السنيه واللعيبه تبدا تشتغل. 2006 بتتكلم في لعيبه 15 سنه، بالنسبه للاداء اللي شايفينه حاجه جميله وحاجه تفرح. تاني عمار وليد، فرقتين في منتهى القوه، سواء انبي ضيف النادي الاهلي او لعيبه الاحمر اللي بيقودهم الكابتن سامر عبد الرحمن. النادي الاهلي على فكره كان هو بطل المسابقه الموسم اللي فات 2020 2021، وضربه حره لصالح ابراهيم عادل. يلعب ابراهيم على طول، امير علاء للخلف، احمد عبدين يستلم، عبدين رجع برضو لعيبه انبي باستثناء محسن اشرف، بس هو اللي بيحلق من بعيد بعرض الملعب عند ابراهيم عادل، طويله اماميه في اتجاه عمار وليد، خارج له قلب الدفاع زياد محمد بيقابله. ادي زياد اللي مدينا ظهره ومعاه عمار، يرجع لورا زيزو ويحطها
عند عمرو خالد أمامية في المكان الفاضي في اتجاه عبد الله طارق، يرجع لورا عبد الله طارق يشيل لقدام محمد سمير، يرد عليه من الناحيه الثانيه عابدين في لمسة يد قريب الحكم انما مشى وادى الفرصه للعيبه النادي الاهلي. عمر سيد معوض جاي له منطلق من ورا عبد الله طاهر انما يلمها لنفسه عمر سيد، يشيل عرضيه حلوه خطيره كان لازم يحط دماغه اقوى وافضل من كده ابراهيم عادل في الهجمه الحلوه. العرضيات بتاعه عمر سيد معوض حاجه جميله وحاجه تفرح، وهو اللي عامل الخطوره من الجبهه اليمين مرتين يشيل كده بعرض الملعب، مره راحت ليه يوسف السيد وادي الثانيه لابراهيم عادل اللي كان مقتحم وجاي من المناطق الخلفيه ولكن تمر بجوار القايم، كانت عايزه جبهته وجامده كان هيبقى ليها شكل تاني عرضيه عمر سيد. ياخدها الباك الشمال امير علاء لعمار وليد، عامل مجهود كبير برضه النهارده ابراهيم عادل لاعب رقم 17 بمجهوداته في منطقه وسط الملعب ضعيفه من طارق عبد الله طارق، انما تروح الكره هناك لحارس المرمى فتحي مصطفى، فتحي يسلمها لامير علاء، امير عمار وليد يرجع بيها لامير للخلف تماما انما اتاخر كده حسام عادل، حسام عادل وابراهيم عادل الاثنين التوام، كان نوه الكابتن محمد حشيش نجم مصر والنادي الاهلي في الاستوديو مع كابتن اسامه حسني والكابتن شريف عبد المنعم قبل اللقاء على حسام عادل وابراهيم عادل توام الاهلاويه في مرحله 2006. كتير بقى التوائم والاخوات في الكره المصريه انما اشهرهم في النادي الاهلي كان التوام ابراهيم وحسام، واشهر بقى الاخوات لان في اكتر من اخين ثلاثه لعبوا في توقيتات مختلفه او توقيت واحد، الراحل المايسترو صالح سليم، كابتن طارق سليم الراحل، كابتن عبد الوهاب سليم، دول اشقاء. طبعا الجمهور القديم شويه عارف الكلام ده انما بنحب كده نفكر الجماهير بالاسماء والاساطير بتاعه الكوره. تتلعب الكره تاني رميه التماس، يشيل لقدام زيزو، كره مشتركه تحس ان الملعب كله مايل في اتجاه امير علاء دلوقتي او معظم الفترات اللي لعبناها من ال 27 دقيقه. ممكن عرضيه لسه جوه الملعب ابراهيم عادل يحطها تاني لنفسه، وجاي من الخلف خالص حسام عادل هو اللي جاي، الاثنين ستايل وشكل واحد، ادي حسام عادل اللي جاي من اخر الدنيا انما يطلع دفاع نادي انبي في وسط الملعب، هجمه مرتده في منتهى الخطوره، محمد هارون يبدا الهجمه هناك في الطرف اليمين اللي نقل نفسه دلوقتي اللاعب رقم 11 عبد الله طارق بعد ما كان بيشتغل على عبد الله طاهر من النادي الاهلي. عبد الله طارق من انبي رقم 11 كان بادئ في الجبهه الشمال الهجوميه، راح دلوقتي يضغط على جبهه امير علاء وعمل سويتش من بره كده سامي ندى المدير الفني. تتلعب تاني قدام المنطقه الى علي ايهاب، زحمه قدام 18 عابدين وحسام عادل، يعمل التغطيه الدفاعيه كويس احمد شريف الى زياد محمد لاحمد شريف مره ثانيه يقفله، طويله اماميه عبد الله طاهر، عبد الله طاهر الى عمر سيد جاي معاه محمد سمير يضغط عليه انما خلص نفسه كويس قوي، كورته حلوه قوي عمر سيد، وتحس ان هو الفكر بتاعه اداؤه ولمساته تسديده حلوه يا ولد لسه بتكلم عليك يا عمر اكبر من المرحله اللي بيلعب فيها، ودي بتبقى حاجه بقى موهبه، هي دي الموهبه ودي الكاريزما بتاعت اللاعب، وفي حاجات سمات شخصيه. عمر سيد ان شاء الله نتمنى يكمل مسيرته مع النادي الاهلي، وفي لعيبه بتديك مؤشرات من بدري حتى لو عنده 14 سنه تقول ده هيكمل لغايه الفريق الاول. ربنا يحفظهم كلهم لعيبه الاهلي وانبي وكل قطاعات الناشئين. سلامات لاعب نادي انبي اللي واقع بيطمن عليه زميله زياد محمد، قام هو احمد شريف وضربه مرمى في النهايه، حب يجرب كده عمر سيد ويسدد من بره ال 18. الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الاداري والطبي هنقولهم كلهم اول ما الكره تقف تماما، يلعب على طول نور عمر، زياد محمد على وسط ملعبه اللي مال نفسه كويس قوي، محمد هارون هناك في الجبهه الشمال
اللي اتنقل فيها تكتيكيا وجينا حيادي ابراهيم محمد. ادي التغييره اللي عملها جوه الملعب الجهاز الفني، جاب ابراهيم محمد من الجبهه اليمين الهجوميه للجبهه الشمال قدامنا، ودى عبد الله طارق هناك في الطرف اليمين. اول 20 دقيقه تقريبا كانوا بيلعبوا بعكس الاتجاهات اللي بتكلم عليها. تاني يوسف اسلام، ضغط من رقم 10 هشام مصطفى، ياخدها وزايد بيها محمد هارون، مره تانيه الى يوسف اسلام اللي بيفتح على جنب عند عبد الله طاهر. عبد الله طاهر اشتباك بين الاثنين اللعيبه ابراهيم محمد وعبد الله طاهر، وهنشوف الحكم عبد الكريم نصار ادى قرار بايه. وقع على الارض قدامنا ابراهيم اهوت. 30 دقيقه تقريبا، الدقيقه 30 التعادل السلبي بدون اهداف. دوري الجمهوريه 2006، اللقاء اللي بنتابعه مع حضراتكم على الهواء على شاشه النادي الاهلي، اللي بتهتم بقى بكل لقاءات الناشئين والمراحل السنيه لغايه فريق الشباب مواليد 2001 الموسم اللي احنا فيه. بيتعمل استوديو تحليلي على اعلى مستوى من نجوم الكره الكبار بقياده الكابتن اسامه حسني. النهارده موجود الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش على وسط الملعب. من جديد استلام من كابتن الفريق هشام مصطفى، يرجع لورا على احمد عبدين بعرض الملعب لحسام عادل، يتحرر لقدام ويبدا الهجمه طويله اماميه، انما جامده شويه يحلق عليها وياخد منها عمرو خالد رمي التماس. تماس لصالح انبي، يلعبها على طول عمرو خالد على الخط طويله. حسام عادل بيموه كده، كان هيرجع اول مره ليه فتحي مصطفى، ورجع بنفس القرار تاني، كان ضاغط عليه محسن اشرف لاعب انبي. احمد عبدين بعرض الملعب، عبدين الى حسام عادل، حسام طالع وزايد لسه محدش ضغط عليه ويقابله بسن الجزمه من ابراهيم عادل، من حسام عادل لاخوه ابراهيم عادل، انما تترد تاني على عبدين في المنطقه الدفاعيه. عبد الله طارق يسندها لاحمد عبدين بعرض الملعب هناك، يفتحوا الى حسام، حسام عادل يطول لقدام في اتجاه ابراهيم عادل، يطلع دفاع انبي، راجع لورا زيزو، انما ياخدها عمار وليد، برافو يا ولد يا لعيب، يضغط من قدام ويقطع الكرة ويبدا هجمه، ممكن يلعب العرضيه، يشتت الدفاع عن طريق احمد شريف بعد ما عمار وليد خلق فرصه لنفسه وعمل هجمه كويسه من الطرف الشمال. ترجع تاني من امير علاء على حسام عادل، يفتح الملعب لاحمد عبدين، ثلاث نقلات كويسين في القلب ليوسف اسلام، زاد وراح على 18 حب يجرب كده، انما ياخد منها ضربه ركنيه. مهم جدا برضو اللعيبه انها اول ما تشوف ال 18 يبدا يجرب مره والتانيه تظبط معاه. ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي على مهلهم، لسه ما حدش راح عشان يلعب. ريع عمر سيد هينقل نفسه متخصص الكرات الثابته، لغايه دلوقتي قلت الجبهه اليمين اللي بيتحرك فيها عمر سيد اللي مدينا ظهره. عمر سيد معوض، عمل مرتين ثلاثة هجمات في منتهى الخطورة من مكانه وحتته الجبهة الشمال اللي اشتغل فيها في لقاء اليوم. وادي بيدي إشارة لزمايله، عمر سيد معوض، عرضية حلوة 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 اللي فاتت، هارد لك يا ولد، عرضية حلوة وجاية عابدين من آخر الدنيا، إنما تطلع بره بجوار القايم. آدي الكرات الثابتة سواء الركنيات بقى أو الفاولات اللي لازم تستغل بشكل افضل من كده، وضربه الراس اللي استغل فيها طول القامه احمد عبدين بجوار قايم الحارس نور عمر. يبقى برضو الخطوره للنادي الاهلي من الركنيات بعد ثلاث مناسبات هجوميه ظهروا بيهم خلال ال 33 دقيقه لغايه دلوقتي. استلام من عمار وليد يغمزها ليه هشام مصطفى في الطرف اليمين، تتلعب على حدود ال 18 ممكن عبد الله طاهر، انما ياخدها الدفاع مره ثانيه في وسط الملعب. زيزو يحرك الكرة عند علي إيهاب رقم 6، قلت النقطة المحورية علي إيهاب اللي بيعمل عمليات الربط للمنطقة الأمامية، هجمة في منتهى الخطورة خطيرة قدام ال 18 إنما يقع على الأرض. عبد الله طاهر خطيرة بجوار القايم. إنبي بعد ما كان منسحب إجباريا في الوقت اللي فات على وسط ملعبه يفاجئنا بهجمة ولكن بجوار القايم. تتلعب مرة تانية
عند عمر سيد معوض، انما نادي انبي بقول لحضراتكم عمل هجمه في منطقه الخطوره اللعبه اللي فاتت من قدام ال 18 اللي اتحرك فيها عبد الله طارق ومرت بجوار القايم اليمين لبرما فتحي مصطفى، يرد النادي الاهلي بهجمه تاني انما يشتت زياد محمد على وسط الملعب عمار وليد. الاهلي في التلت الامامي خدها لنفسه امير علاء لغايه دلوقتي اللي بيقدمه مباراه جيده، امير واحمد عبدين وعمار وليد وعمر سيد معوض، اللعيبه اللي تحس ان ليها وجود داخل الملعب مع باقي التشكيله. الناحيه الثانيه في نادي انبي بيلعبوا جيم جماعي جيد جدا بكل امانه النهارده، ومن بدايه اللقاء اللي متابع معانا قلت هتبقى مباراه قويه، مباراه مش سهله على لعيبه النادي الاهلي قدام فريق جاي بانتصار بثمان اهداف في الاسبوع الثاني امام نادي الاتحاد السكندري، بتكلم على لعيبه انبي. والاهلي برضو جاي بفوز عريض على المحله بخماسيه في المرحله الثانيه، يقطع تاني حسام عادل ويطلع لقدام حسام طويله بره الى رمية التماس، تحس ان اللعيبه كده ريحت شويه هنا وهنا في مجهود بدني اتعمل خلال ال 35 دقيقه اللي لعبوا فيها بحماس كلا الفريقين. عبد الله طاهر يضغط عليه محمد ابراهيم، يرجع لورا محمد ابراهيم للخلف تماما عند حسام عادل اللي بيزق وطالع لقدام ويتحرر من مكانه عشان يبدا الهجمه، عملها كتير النهارده حسام عادل. عمار وليد يسيطر على الكوره، امير علاء يلعبها في وسط الملعب لغايه ما يوصلوا لعبد الله طاهر في الطرف اليمين من لمسه واحده من هشام مصطفى انما ما تظبطش معاه، ياخدها في وسط الملعب من الناحيه الثانيه علي ايهاب برضه مقطوعه توصل لعمار، عمار يتحرك له حلو قوي، ابراهيم عادل، ابراهيم عادل يستنى ويقف على الكوره، ابراهيم حلوه يا ولد يا لعيب جوه ال 18 لامير علاء عاوز يظبط على شماله، امير يلعب عرضيه تخبط بيطالب لعيبه النادي الاهلي بقرار انما امير للمره الثانيه ممكن، انما هنشوف الحكم كان مصفر قبلها، كان في رايه ضربه حره غير مباشره رافع المساعد خالد حسام قبل ما الكره تيجي في مدافع انبي اللعبه الاولانيه اللي كنا بنتكلم عليها، وضربه حره لصالح انبي. ادي امير علاء الباك الشمال، لو حطينا اربع اسماء للشوط الاول اجادوا النهارده وعملوا مجهود داخل المستطيل الاخضر سواء على المستوى البدني او الفني، امير علاء واحمد عبدين ابراهيم عادل عمل مجهودات مع اخر الشوط الاول، ومعاهم الثنائي بقى عمار وليد رقم 11 وعمر سيد الاطراف الهجوميه النهارده المحركات اللي اشتغلت بشكل جيد في فترات كبيره. استلام مره ثانيه من عبد الله طاهر، عبد الله ضاغط عليه مش سايبه محمد ابراهيم ويجي له كمان محسن اشرف، ياخدها لعيبه النادي الاهلي بشكل كويس عند حسام عادل، حسام راجع محسن يضغط عليه قلب هجوم نادي انبي قدام ال 18 ملعوبه، التحام واشتراك وضربه حره لصالح امير علاء، فاول لامير علاء، لعيب بيتحرك كويس قوي عنده وعي في حاله التقدم على فكره، يعني ما بيتقدمش وخلاص بعشوائيه كده. امير علاء بتكلم على الباك الشمال رقم 12 شفناه وهو بيروح لجبهه عمار وليد في ال 38 دقيقه اللي فاتوا، حوار ما بين عمر سيد وهشام مصطفى هنشوف هيتصرفوا ازاي، اللي قدامنا ده كابتن احمد رؤوف مهاجم النادي الاهلي وانبي السابق انما موجود دلوقتي في الجهاز الفني للنادي الاهلي مع الكابتن سامر عبد الرحمن، كابتن احمد عبد الرؤوف المهاجم فاكرينه طبعا كلنا، ولعب بقميص انبي وقميص النادي الاهلي. ادي اللعبه اللي دخل بيها امير علاء الكوره اللي كانت خبطت فيه المدافع زياد محمد، الكوره كانت من نص دقيقه تقريبا وفاول، مكان بعيد انها تتسدد من هنا، صعب شويه انها تتسدد من هنا انما هنشوف القرار يحركوها، تسديده الراجل فاجئنا حلوه يطلع الحارس، برافو يا ولد يا لعيب، تسديده حلوه من ابراهيم عادل رجله تقيله عشان كده واخدين القرار اكتر من 20 متر او 25 متر، الكره هيت اكتر كمان من 25 متر وتسديده تعمل بند خفيف كده ويتعامل معاها نور عمر، عرضيه في منطقه الخطوره يا ولد يا لعيب بجوار القايم، خطيره خطيره اللي فاتت، فوقتنا العرضيه فوقتنا الراسيه بتاعه اللاعب عمار وليد، ولكن بجوار القايم بنفس مشهد لعبه حسام عادل اللي لعبها بدماغه من خمس دقايق، وايضا احمد عبدين اللي كان طلع ولعب بدماغه في عرضيات النادي الاهلي. ادي العرضيه اهي
اللي النهارده في اعتقادي هتبقى اهم الحلول عشان الاهلاويه يغيروا النتيجه، الكرات اللي بتيجي عن طريق امير علاء او عمار وليد من الجبهه الشمال او عمر سيد من الطرف اليمين وعبد الله طاهر اللي بيكمل معاه، يلعبها على طول لقدام علي ايهاب يقطعها، برافو يا ولد، راجع لورا يقطع كويس قوي. يوسف اسلام اللي رجع قدم خدماته الدفاعيه مع زمايله في الهجمه اللي فاتت، ياخدها زيزو يطول لقدام محمد هارون للنادي الاهلي من جديد، طويله اماميه هناك في اتجاه يوسف السيد، يحضن عليها كويس قوي وما يفقدش الكوره، ابراهيم عادل يرجع لورا حلق عليها حلو قوي يوسف السيد اللعبه اللي فاتت، اللي بيشتغل في المناطق الهجوميه النهارده في تشكيله الكابتن سامر عبد الرحمن، احمد عبدين على الارض، احمد عبدين الى عبد الله طاهر، حلوه من عمر سيد يعمل مشوار، عبد الله طاهر ممكن يشيل العرضيه انما يتزحلق ويعمل التاكلينج حلو قوي يخلصها الراجل زياد محمد بدون فاولات، خلصها كويس قوي، تتلعب تاني للنادي الاهلي، سيطره اهلاويه كامله، ضاغطين وانسحاب اجباري للعيبه نادي انبي على وسط ملعبهم لغايه دلوقتي مقفلين كويس قوي وبيعملوا المرتدات السريعه، عملوها مرتين في منتهى الخطوره انما اتعامل معاها المدافعين، ومره كمان اتعامل فتحي مصطفى اللي قدامنا. احمد عبدين يستلم، مدافع برضه الستايل بتاعه حلو، احمد عبدين شكله واداؤه في الملعب ولمساته والثقه اللي بيلعب بيها، شفنا مغربي مع فريق 2001، في اسماء كده اتعلم معاك على طول، كل ما هنعلق للمراحل السنيه المختلفه هتطلع لك مش اقل من 10 15 لاعب عنده شخصيه النادي الاهلي. تاني من الجبهه الشمال امير علاء عاوز يعدي بيها، الحكم قال كمل العب مفيش اي حاجه، تمريره بينيه، تدخل الدفاعي من سمير انما ياخدها تاني وداخل واقتحم ويلعب عرضيه هشام مصطفى وياخد معاها ضربه ركنيه، ضربه ركنيه هشام مصطفى اللي حاول في اللعبه اللي فاتت. اخر اربع دقائق تقريبا من الشوط الاول، تعادل السلبي بدون اهداف في لقاء سيطر عليه النادي الاهلي خلال ال 45 دقيقه الاولى او ال 41 دقيقه اللي احنا لعبناهم. ادي المتابعه بقى من اعضاء النادي الاهلي اللي موجودين كده حوالين الملعب، قلت واحده من اللقاءات الكبيره في كل المراحل السنيه، عرضيه بالبوكس يلحقها نور عمر، نور يلعبها على جنب ويقف على الكره ويستنى شويه، رقم 6 علي ايهاب ياخدها من الناحيه الثانيه، لعيبه النادي الاهلي في اتجاه حسام عادل يسقط جوه ال 18، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد، ايه يا ابن الجمال ده، عمر سيد بقول لحضراتكم لعيب اكبر من سنه، لعيب ليه شخصيه، على صدره ايه، قلبها ايه، وحلاوه ايه، وجمال ايه. الهدف الاول للنادي الاهلي بعرضيه بلسم فوقتنا يا ابن اللي فاتت دي، حلوه حلوه حلوه، هنشوف الجون وحلاوته تاني. عمر سيد معوض، بص العرضيه، ابراهيم عادل عاملها بالمقاس، وادي الاستلام ودخل في مكان عبقري، يا ولد يا ولد يا ولد، عمر سيد معوض، هدف في منتهى الجمال والروعه يترجم السيطره الاهلاويه خلال اوقات الشوط الاول. اتعملت حلو وقلت العرضيات هي الحل، ابراهيم عادل لمح حلو قوي وقلت واحد من الموجودين على اقل تقدير في اخر ربع ساعه لعب، ابراهيم عادل اللي شال العرضيه الحلوه، التحرك الاحلى بقى من عمر سيد اللي دخل لجوه وتقمص دور المهاجم الصريح، استقبل على صدره مفيش احلى من كده، هنشوف الجون ده مرتين ثلاثه وفي اعتقادي هيبقى احلى اهداف المسابقه لغايه دلوقتي. 1-0 للنادي الاهلي، عمر سيد اللي سجل هدفين قدام المحله بيعيد التسجيل النهارده مره ثانيه في الدقيقه 43 تقريبا، هنشوف انبي هيعمل ايه وهيختلف الاداء بتاعهم الهجومي وهيفتحوا بقى الملعب شويه، يلعبها زيزو في المساحه الضيقه عند ابراهيم محمد، يطلع الدفاع رجع لورا، يوسف اسلام يساعد مع زمايله، ادي يوسف اللي راجع مع قلبي الدفاع من بره المنطقه، تسديده جامده، برافو يا ولد يا لعيب، يا فتحي يا مصطفى، حلوه اللي فاتت دي، برافو فتحي مصطفى، اتحرك حلو قوي، المدرب بتاعه الكابتن محمد فتوح مدرب الحراس، ادي اللعبه هي اللي عملها وسددها من مسافه بعيده، محسن اشرف انما يتعامل معاها كويس قوي، فتحي مصطفى حارس مرمى النادي الاهلي، حلوه اللي فاتت دي، تروح تاني لعمر سيد،
عمر سيد معوض الى هشام مصطفى لعمر، يعلقها عرضيه ممكن الثاني، خطيره خطيره. هارد لك يا ولد، حلوه اللي فاتت دي وابراهيم عادل، الاثنين كانهم كده كانوا هيردوا الهديه لبعض. ادي اللعبه من بدايتها اللي خلصها هشام مصطفى، وبصوا والكره جايه له واخد القرار، واخد القرار. والناحيه الثانيه ابراهيم عادل عاوز يحطها في الناحيه العكسيه، فكره حلوه. ولو كانت جت جون دي كان هيبقى هدف في منتهى الحلاوه والجمال زي الجون اللي جابه عمر سيد. انما شوط اول اكتر من رائع للعيبه النادي الاهلي امام فريق قوي بقدرات نادي انبي، اللي قدروا ان هم يحافظوا على التعادل لغايه الدقيقه 43 تقريبا، الثواني الاخيره من الشوط الاول. وهنشوف في ال 15 دقيقه الاستراحه التعليمات الجديده للاثنين المدربين سامر عبد الرحمن وسامي ندى. تتلعب الكره تاني في الطرف اليمين، عمر سيد نجم الشوط الاول بدون كلام. عمر سيد يعني قلنا في 3 4 اسماء، انما يجي على راس قائمه النجوم خلال الشوط اللي احنا لعبناه عمر سيد معوض، والجون لوحده كفايه. رمي التماس على مهلهم، عارفين خلاص ان الشوط الاول قرب من النهايه كده. لعيبه النادي الاهلي مسجلين 9 تجوان خلال الثلاث مواجهات. رمية التماس تتلعب لقدام في اتجاه يوسف السيد اللي اختفى شويه الوقت اللي فات. تماس عند محمد سمير، احمد شريف يطلعها لقدام عند محمد هارون، يطولها لقدام في اتجاه علي إيهاب، ياخدها إبراهيم عادل اللي عامل مجهود كبير، وضربة حرة لصالح إنبي. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، هنشوف هيلعب كام دقيقة الكابتن عبد الكريم نصار حكم المواجهة اليوم. زياد محمد يشيل الفاول اللي قدام، طويلة أمامية في اتجاه عبد الله طارق اللي اتنقل تاني اخر 5 دقائق في المكان اللي بدأ منه. ولكن صفارة نهاية الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي على انبي في دوري الجمهورية مواليد 2006. استراحة هنروح فيها للتحليل الفني مع الكابتن اسامة حسني ونجوم التحليل كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، تحياتي محمد عفيفي، الى اللقاء. خالد 4 في المناطق الدفاعية، وزيزو وهارون 2 ديفندر، 3 مصممين هجمات، عبد الله طارق، علي إيهاب، إبراهيم محمد، والفرود الصريح محسن أشرف. كل الأمنيات الطيبة بشوط تاني ما يقلش مستوى عن الشوط الأول القوي اللي شفناه ما بين الفرقتين. النادي الأهلي متقدم بجون بنفس تشكيلته بيبدأ. الناحية التانية هنشوف الكابتن سامي ندى بيلعب بنفس ال 11 اللي بدأ بيهم ولا عمل تبديلات. آدي هناك في الجبهة الشمال عبد الله طارق زي ما كان بادئ تكتيكيا خلال ال 45 دقيقة الأولى، عبد الله طارق رقم 11، ونقله في آخر ربع ساعة للجبهة اليمين الهجومية، إنما رجعه تاني مكانه بره إلى رمي التماس. عبد الله طاهر من الناحية التانية الباك يمين للنادي الأهلي يتدخل ويطلعها خارج الخطوط. قلت النهاردة واحدة من الصدمات القوية، فرقتين كبار في دوري الشباب والناشئين الأهلي وإنبي، وتملي لقاءاتهم بتبقى قريبة في النتيجة. على وسط الملعب من جديد يجي يوسف اسلام ويكملها طويله اماميه في اتجاه ابراهيم عادل اللي عمل شوط اول جيد جدا. ابراهيم عادل مع رفاقه بقى امير علاء وعمر سيد معوض وعمار وليد افضل الاسماء اللي ادت بشكل جيد. تتلعب الكره هناك في الطرف اليمين، انطلاقه من عمرو خالد. عمرو خالد انما يضغط عليه امير علاء اللي لسه كنت بتكلم عليه في بداية الشوط، من اللعيبة اللي قدمت مستوى فني أكتر من رائع. رمي التماس أمير علاء جاي له عمار وليد، الهاف ليفت أو اللاعب اللي كان بيشتغل من الجبهة الشمال الهجومية عمار وليد، يطلع لفوق يردها زيزو، جنبه محمد هارون يسندها لورا عند أحمد شريف، زياد محمد يطول لقدام عند إبراهيم محمد قدام ال 18 الانطلاق علي إيهاب، تخبط الكرة وهياخدوا منها ضربة ركنية إنبي، أول ضربة ركنية بعد دقيقتين تقريبا من بداية الشوط الثاني لصالح نادي إنبي. الأهلي جاله أكتر من فرصة غير الجون اللي سجله عمر سيد معوض عن طريق يوسف السيد، إبراهيم عادل،
واحمد عابدين وحسام عادل قلبي الدفاع اللي لعبوا كورتين بدماغهم في منتهى الخطوره عدوا بجوار القايم. هنشوف الضربه الركنيه تتلعب على طول من عمرو خالد انما طالع طوع من ايده حارس المرمى فتحي مصطفى اللي كان طلع تسديده في منتهى الجمال في الشوط الاول من المهاجم محسن اشرف. عمل برضه شوط جيد اللعبتين اللي جولوا اتعامل معاهم بشكل مثالي فتحي مصطفى. بره الملعب الى ضربه مرمى يلعبها على طول فتحي لاحمد عابدين اللي عمل السيطره الدفاعيه تماما عابدين هو وحسام عادل على محسن اشرف. تلعب تاني عند علي ايهاب برضه واحد من اللعيبه اللي بتادي بشكل طيب زي ما اتكلمنا على لعيبه النادي الاهلي. في علي ايهاب الناحيه الثانيه لعيب مميز عبد الله طارق رقم 11. تحركات محسن اشرف كان ليها ادي طالع من المرمى في منتهى الخطوره يطلع على طول نور عمر ويتعامل مع الكوره اللي اتعملت اماميه ضربوا بيها المناطق الدفاعيه لعيبه النادي الاهلي انما يطلع نور عمر حارس المرمى برضه طلع كورتين في منتهى الخطوره في الشوط الاول. عايز ينزل وزنه سنه شويه نور عمر انما حارس جيد وتحركاته تحت المرمى بيأدي بشكل طيب انما مهمه جدا حته الوزن المثالي لحارس المرمى. تتلعب الكره من جديد يوسف السيد يرجع على وسط ملعبه يبدا هو مراحل التحضير بتمريره بعرض الملعب في اتجاه عمر سيد يعمل كنترول كويس على الكره عمر ويلعبها عند ابراهيم عادل اللي بيقرب منه. الثنائي الخطير في المناطق الهجوميه سواء ابراهيم عادل او عمر سيد معوض تطلع بره الى رمي التماس. ادي الكابتن سيد معوض جه الكادر عليه بيتابع طبعا مفيش اعز من الابن ولعيب في اعتقادي هيتفوق كمان على سيد معوض. ادي اللعبه اللي طلع فيها قبل ما يقتحم لاعب النادي الاهلي عمار وليد وطلع كويس قوي نور عمر حارس المرمى. اتعادت اللعبه قدامنا واحنا بنتكلم عن اللاعب الدولي السابق كابتن سيد معوض اللي بيتابع عمر سيد النهارده في الملعب. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره ممكن تعدي عمار خطيره بقى ده اسمه كلام لسه الخطوره تاني عمار وليد يطلع الدفاع كوره خطيره للنادي الاهلي والدفاع يتعامل مرتين ثلاثه انما كان لازم عمار وليد يسجل من اول مره يتالق نور عمر ويكمل فيها المدافعين. خطوره اهلاويه موجوده الشراسه على دفاعات الثنائي احمد شريف وزياد محمد في اللعبه اللي فاتت. بعد خمس دقائق كان ممكن الاهلي يتقدم بالجون الثاني ولكن عمار وليد اللي معاه الكوره رفض الهديه والعرضيه اللي جات له يبقى في اول خمس دقائق فرصتين قريبين جدا سواء الكوره اللي طلع نور عمر قبل عمار وليد وكان هيعمل منها انفراد والكوره الثانيه اللي جت في جسم الحارس نور عمر. تتلعب الكره هناك في الطرف الشمال انطلاقه من علي ايهاب كان سجل هاتريك على فكره قدام الاتحاد. علي ايهاب اللي منطلق قدامنا لاعب نادي انبي وبدا يعمل نشاط اهوت ملحوظ مع بدايه الشوط الثاني لاعب رقم 6 اللي بتكلم عليه وكان بينطلق فيه اللعبه اللي فاتت واداله قرار الحكم عبد الكريم نصار. هنشوف كده دي العرضيه اللي اتعملت داخل ال 18 وعدت اول مره من هشام مصطفى وراحت هناك لعمار خلصانه انما يشيلها برجله كويس قوي نور عمر عشان يحافظ لفرقته على التاخر بهدف وحيد ويحافظ على حظوظ التعادل. تتلعب العرضيه خطيره انما يطلع برافو يا ولد يا لعيب فتحي مصطفى لغايه دلوقتي يتعامل مع كل الكرات اللي جات له سواء التسديد من خارج ال 18 او العرضيات. واتكلمت عن المدرب بتاعه كابتن محمد فتوح كان حارس مرمى النادي الاهلي على فكره فتره الثمانينات في قطاع الناشئين وفتره التسعينات بدايتها كده كان من جيله بقى محمد فتوح كابتن طارق سليمان. نشوف الهجمه وبعدين نكمل حكايه فتوح جوه ال 18 خطيره. يوسف يا ولد يا لعيب لازم يلعب عرضيه عند عمار وليد خطوره اهلاويه تكتل دفاعي تسديده انما فين فوق العارضه من ابراهيم عادل. هجمات النادي الاهلي في منتهى الشراسه باقي حته التوفيق عشان يزودوا الاهداف ويستغلوا الانسحاب الاجباري للعيبه انبي في التلت الاخير. ادي اللعبه برضه لعمار اللعيب النشيط اللعيب المهاري اللي اتكلمت عليه من اول 10 دقايق وقلت لعيب كورته حلوه وهيفرق كتير في نقل الحركه الهجوميه لقدام وهو ده اللي عمله فعلا عمار وليد. استلام مره ثانيه من يوسف اسلام الى امير علاء من لمسه واحده حلوه في اتجاه يوسف السيد انما يخرج قلب الدفاع احمد شريف ويطلع بره الى رمي التماس. عبء كبير دلوقتي على دفاعات نادي انبي احمد شريف وزياد محمد وعمرو خالد ومحمد سمير عبء عليهم الهجمات الاهلاويه المتتاليه وكثر الضغط ده هيعمل اخطاء في دفاعات الفريق البترولي الاوقات اللي جايه. هنشوف لسه محدش جه يلعب
على مهله عمر سيد معوض. الضربة الركنية عمر سيد صاحب هدف اللقاء الوحيد لغاية دلوقتي، يشاور لزمايله يعلى هناك على الأيم البعيد، جاي من ورا كالعادة حسام عادل قلب الدفاع، إنما في صفارة من الحكم ومشاور له المساعد وليد عبد اللطيف. يلعبوا على طول الضربة الحرة لقدام في اتجاه محمد سمير، ياخدها حسام عادل قلب الدفاع إلى أحمد عبدين، اللي قلت لحضراتكم مقفلين تماما على الثنائي محسن أشرف وإبراهيم محمد، ومعاهم كمان عبد الله طارق وعلي إيهاب، الأربع أوراق المكلفين هجوميا في تشكيلة الكابتن سامي ندى اللي بيتحرك قدامنا في المنطقة الفنية بيدي تعليمات للعبته. نقلة والتانية حلوة إنما طلعت برة، رمي التماس. لغاية دلوقتي أداء تحكيمي جيد جدا من الثلاثة اللي موجودين، عبد الكريم نصار وخالد حسام وليد عبد اللطيف، مفيش أي مشاكل في القرارات في مباراة بقول من الصدمات القوية في دوري الجمهورية للناشئين 2006. استلام من إبراهيم محمد، حط الكرة قدامه حلو قوي وماشي بقى إبراهيم، يا ولد يا لعيب، البينية خطيرة إنما تدخل دفاعي مفيش أحلى من كده، حسام عادل يحل الأزمة الدفاعية ويطلع بره إلى ضربة ركنية، تدخل في وقت مناسب من حسام عادل بعد البينية الحلوة اللي عملوها لعيبة إنبي، ضربة ركنية تتلعب على طول، إنما تاني يعمل بلوك قدام الكرة حسام عادل، تطلع تاني إلى ركنية في مكانه إبراهيم محمد هيرجع يلعب. الدقيقة 54، 9 دقايق تقريبا من بداية الشوط الثاني، تقدم أهلاوي بهدف دون مقابل، الأسبوع رقم 3، الأهلي انتصارين في أول أسبوعين من الدوري، خدوا منها لمسة يد، ضربة حرة من مكان حلو، أحد الأماكن اللي تصنع الخطورة في الكرات الثابتة، هنشوف هيلعبوها إزاي، إبراهيم محمد هو اللي واقف على الفاول، يعلقها إبراهيم هناك على الأيم البعيد، يطلع كويس قوي الدفاع، انما حارس المرمى فتحي مصطفى يخلص كل المشاكل ويطلع قبل محسن اشرف وياخد الكوره، هيرجعها تاني الحكم، وده فاول لصالح فتحي مصطفى. يلعب فتحي عند عبد الله طاهر، عبد الله عمر سيد معوض توصل له الكوره، عايزين يعملوا هجمه وانطلاقه من الجبهه اليمين، يا ولد يا لعيب هات وخد حلوه مع ابراهيم عادل، ابراهيم ليه عمر، عرضيه خطيره انما نور الحارس خطيره للمره الثانيه، مرتين ثلاثه هجمه بروحين للعيبه الاهلي على مرمى نور عمر، شال كورتين ثلاثه في منتهى الخطوره نور عمر مع بدايه الشوط الثاني، ترجمه ودليل على الوجود الهجومي للعيبه سامر عبد الرحمن المدير الفني للاهلاويه خلال العشر دقائق تقريبا اللي احنا لعبناهم في مباراه النهارده قويه من كلا الفريقين، سيطر عليها النادي الاهلي في مناطق وسط الملعب بشكل كبير، وهجماته هي الأكثر خطورة كمان في تهديد المرمى. استلام مرة تانية، زيزو هات وخد مع هارون، ماشي بيها وطالع لقدام محمد هارون، تدخل من عمر سيد معوض يخلصها ويرجع بيها لورا عند حسام عادل، للخلف إلى فتحي مصطفى، عبدين قبل ما يضغط عليه باللمسة واحدة حلوة في اتجاه أمير علاء، أمير يطول لقدام في المكان الفاضي بتمرير أمامية لغاية ما توصل عند عمار وليد، عمار ليوسف، يوسف السيد هيلعب عرضية، العرضية موجودة إنما ارتداد دفاعي وضربوا لخمة الاثنين، رجع لورا محمد زيزو إنما ما قدرش كده يكمل فيها زياد محمد وياخد منها ضربة ركنية النادي الأهلي. مباراة جيدة جدا فيها تحركات تكتيكية وتعليمات جيدة من المدربين من بره سواء هنا أو هنا، النادي الاهلي كان عنده القدره ان هو يزود الاهداف بتاعته ويطمن كده وما يبقاش اللقاء مكهرب بلغه الكوره، طول ما النتيجه فارق جون واحد ممكن انبي يفاجئونا في اي وقت بهجمات مرتده سريعه على دفاعات احمد عبدين وحسام عادل. عمر سيد معوض رايح للركنيه، تسع تجوان للنادي الاهلي لغايه دلوقتي في الثلاث مواجهات اللي لعبوهم، ادي الاشاره بتاعت عمر يلعبها جامده، تعدي الناحيه الثانيه مستنيها ابراهيم عادل، يردها تاني جوه ال 18 عند يوسف السيد، انما في فاول وضربه حره لصالح انبي. ابراهيم عادل البنيان بتاعه بنيان قوي، بنيان جيد، بتفرق برضه مع اللعيبه على فكره في المراحل السنيه الصغيره ان انت تبقى فارق جسمانيا
وبدنيا عن اللعيبه اللي قدامك او في نفس مرحلتك السنيه كده. لعب الكره هناك في الطرف اليمين تغطيه دفاعيه من حسام عادل، شقيق ابراهيم عادل اللي ما كانش موجود معانا في الشوط الاول، الاثنين التوأم اللي موجودين حسام عادل وابراهيم عادل في تشكيله النادي الاهلي. على مهله خالص فتحي مصطفى اللي جاله اختبارين ثلاثه تعامل معاهم بمنتهى الكفاءه، يلعب على طول فتحي لحسام عادل طويله اماميه في اتجاه يوسف السيد، انما لمسه يد برضه قريب من الكره، الحكم ويدي قرار يلعبوها على طول لعيبه انبي قبل ما يرجع النادي الاهلي يرتد دفاعيا بشكل مثالي على وسط ملعبه. انما كانت جامده، ما كانش حد مكمل، كان متاخر محسن اشرف قلب الهجوم رقم 10. ادي قدامنا فتحي مصطفى يلعبها لاحمد عبدين، امير علاء ضاغط عليه ابراهيم محمد على الخط، حلوه في اتجاه عمار وليد، ياخدوها لعيبه انبي، عمرو خالد على وسط ملعبه عند هارون، محمد هارون عاوز يمرر لقدام، يعمل قدامه بلوك كويس هشام مصطفى اللي رجع على وسط ملعبه، قدم خدماته الدفاعيه، انطلاقه من الجبهه اليمين ماشي بيها عبد الله طاهر، عبد الله عامل مشوار، عبد الله خطير عاوز يلعب العرضيه، انما يرجع تاني بعد ما قفل عليه احمد شريف، خدها تاني عبد الله طاهر لنفسه، عرضيه حلوه يا ولد يا لعيب، يخطفها بدماغه يوسف السيد في واحده من الجمل التكتيكيه الحلوه عن طريق الجبهه اليمين المره دي عبد الله طاهر، يرد انبي على طول بهجمه، انما توصل عند فتحي مصطفى، مشي وعمل مشوار كبير قوي عبد الله طاهر وشال عرضيه في منتهى الجمال، وتحرك له يوسف السيد وهرب من الرقابه الدفاعيه. ادي تاني في الناحيه العكسيه يطلع لفوق نور عمر وياخدها قبل عمار وليد، كره رايحه وجايه على 18 كلا الفريقين، الاهلي بيحاول ان هو يزود النتيجه، وانبي عاوز يرجع للتعادل، ترقيصه حلوه يا ولد يا لعيب. قلت لحضراتكم امير علاء ده حته لعيب حاجه تفرح، بسم الله ما شاء الله. امير علاء الباك الشمال، استلام مره ثانيه يوسف السيد، يرجع لورا ويهرب من الرقابه في اتجاه ابراهيم عادل يلعبها، الضغط الدفاعي من زياد محمد، انما لسه ابراهيم عادل وينجح ان هو ياخد منها ضربه ركنيه بعد ما اتضيقت عليه المساحه، يستفيد بضربه ركنيه ابراهيم عادل يلعبها على طول، مستني جوه ال 18 يوسف السيد وعمار ومحسن، خطيره خطيره، ممكن الثاني، مش ممكن اللي فاتت دي، مش ممكن اللي فاتت دي، هشام مصطفى يحطها ويعلقها فوق العارضه عشان سلسله الهجمات الاهلاويه القريبه ان هم يزودوا النتيجه، هيندموا عليها كتير، هيندموا على الهجمات الكتير دي، وصلوا اكتر من 7-8 مرات في هجمات قريبه من التهديف، يعني ممكن فرقه توصل، بص اللعبه ايه، خلاص قريب شبه انفراد، كانت عايزه تحت شويه، عشان كده بتكلم ان الـ7-8 مرات اللي وصل بيها الخط الهجومي لتشكيله الاهلي النهارده كلهم قريبين من التسجيل. يلعب على طول احمد شريف لزياد، عمرو خالد في الجنب اليمين يطول لقدام ويلغي مراحل التحضير طويله، انما بيقول له جامده محسن اشرف زميله اللي بيلعب النهارده قلب هجوم اللاعب رقم 10 احمد عبدين، يستلم امير علاء يمرر الى يوسف اسلام على الارض، نزل لتحت هشام مصطفى وياخدها في وشه على طول، حسام عادل يلعبها له هناك في الجنب اليمين، يفتح الملعب حسام عند عبد الله طاهر، انما تدخل جامد قوي على عمر سيد معوض، تدخل جامد قوي في اللعبه اللي فاتت دي، الف سلامه لعمر وبرده لاعب نادي انبي. هنشوف زياد محمد هو اللي كان متحرك وجاي لقدام ودخل لا 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 دخل جامد قوي، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام، حتى الكابتن احمد رؤوف اهو قايم مدرب النادي الاهلي في جهاز الكابتن سامر عبد الرحمن بيطالب ان الحكم يدي كارت بعد التدخل العنيف من لاعب انبي على عمر سيد معوض صاحب هدف المباراه الجميل الروعه. الدقيقه 62 0 انبي 1 الاهلي، كابتن سامر قدامنا بيدي تعليماته، لسه ما فيش اي تبديلات لغايه دلوقتي سواء هنا او هنا. تلعب الكره طويله اماميه، ضربه مرمى يحلقوا عليها وياخد منها احمد شريف، ضربه مرمى في النهايه
لسه ما لعبش زياد مستني اهو الكابتن سامر اللي ليه تجارب مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي وايضا على فكره مع نادي ام بيشتغل في قطاع الناشئين الكابتن سامر عبد الرحمن مع انديه القسم الثاني واحد ليه خبرات تراكميه سواء بقى قلنا على مستوى قطاعات الناشئين والشباب او مستوى الفريق الاول في القسم الثاني تلعب الكره على جنب عمرو خالد يستلم يفتح الملعب عمرو ادي بقى نزل رقم 9 قدامنا احمد علاء اول تبديلات الكابتن سامي نادى من على الدكه لعيب طويل علاء اللي هيلعب في الخط الامامي قدامنا اهو سلم الكره ودخل ال 18 يبقى التبديل الاول اللي عملوه انبي بوجود احمد علاء رقم 9 قدام ال 18 انطلاقه من علي ايهاب علي ايهاب عاوز يفتح هناك في الطرف الشمال تدخل دفاعي يعطله الهجمه بشكل كويس في جبهه عبد الله طاهر ترجع تاني على منطقه وسط الملعب ياخدها وماشي بيها هشام مصطفى هشام طويله مش لحد خالص من زمايله كانوا متاخرين يوسف وعمر سيد معوض تروح سهله عند نور عمر يلعب على طول طويله اماميه نور في اتجاه محسن اشرف عمرو خالد على وسط ملعبه محمد هارون يشتت امير علاء من قدام منطقه الجزاء ويشيل تطلع بره خارج الخطوط هيلعب على طول عمرو خالد مره ثانيه امير علاء برضه هو اللي يردها في وسط الملعب محمد عبد العزيز زيزو في اتجاه المهاجم اللي نزل احمد علاء هنشوف كده في تبديلين تقريبا عملهم الكابتن سامي ندى انما اللي ظاهر لغايه دلوقتي احمد علاء وادي انذار ليه امير علاء ده كان محسن اشرف المهاجم اللي بادئ اللقاء من اوله تدخل معاه امير علاء خد فيها كارت اللعبه اللي فاتت قرار من الحكم عبد الكريم نصار بفاول وكارت اصفر لامير علاء ضربه حره جاي من ورا زياد محمد هو اللي هيلعب وطالع له عمرو خالد لاعب الجبهه اليمين الدفاعيه اللي مدينا ظهره رقم 3 انما يلعبها مره واحده يحطها زياد قدام ال 18 تكتل على منطقه جزاء فتحي مصطفى عاليه بره الملعب الى ضربه مرمى الدقيقه 65 الاهلي متقدم واحد ادي قدامنا التبديل اللي عمله الجهاز الفني كابتن سامي ندى والكابتن محمد مرسي والكابتن وائل سعيد جهاز الفني لنادي انبي بنزول احمد علاء يشتغل في المناطق الهجوميه اللاعب رقم 9 اللي ضاغط دلوقتي على امير علاء احمد علاء وامير علاء فاول لامير علاء وهنشوف الحكم عبد الكريم نصار برضه تدخل قوي في اللعبه اللي فاتت دي ادي اللعبه اهي اختل توازنه كده وخد امير علاء من تحت فيها عنف برضه انما الحكم ادى فاول بس بدون قرار اداري بدون كارت هيلعب على طول عابدين احمد عابدين فتحي مصطفى حسام عادل ضاغط عليه محسن اشرف يلعبها لقدامه يطول من حسام عادل لابراهيم عادل تطلع بره الى رامي التماس شايف برضه مالك ادم ادي التبديل الثاني اللي اتكلمت عليه مالك ادم اشتغل في الجبهه الشمال مكان محمد سمير يبقى عملوا تبديلين فعلا الجهاز الفني الانبي هتتلعب العرضيه خطيره حلوه تعدي ممكن الثاني خطيره بقى ده اسمه كلام مش ممكن اللي فاتت دي مش ممكن اللي فاتت دي عمار وليد اللي عامل مباراه جيده على المستوى الفني انما النهارده مرتين يضيع وهو قدام المرمى عمار وليد اللاعب رقم 11 الكوره اللي فاتت دي كانت لازم تيجي جون ولاعيبه النادي الاهلي قلت اللي وصلوا بكثافه النهارده في اللقاء عدت الكوره اهو يا دوبك شالها بدماغه كده يوسف السيد وتوصل لعمار لازم برضه لجوه شويه عمار عمل وش رجله لبره خالص وهو في مواجهه مرمى نور عمر انما هجمات شرسه اهلاويه على مرمى نادي انبي وطبقا النتيجه كما هي 1-0 لغايه دلوقتي واقع على الارض ابراهيم عادل لاعب النادي الاهلي اللي اشتغل في وسط الملعب ادي الكوره اهي اللي كان جاله شد فيها تقريبا اهوت شد كده في السمانه محدش جه جنبه بامانه بكل امانه انما نتكلم على كوره عمار وليد اللي كان قريب للتسجيل في الشوط الثاني مرتين والمرتين في مواجهه نور عمر حارس المرمى تماما مفيش 4-5 متر
كان لازم يركز اكتر من كده، انما هو لعيب كويس قوي. عمار وليد عمل شغل هجومي جيد، كان جابها مؤثره في مكانه في الطرف الشمال طوال اوقات المباراه. يدي فاول عبد الكريم نصار ولا رامي التماس؟ رامي التماس للنادي الاهلي، ترجع ورا عند حسام عادل، يرجع للخلف تماما الى فتحي مصطفى. احمد عبدين لازم يخلص من الكوره قبل ما يضغط عليه عبدين، وفعلا ضغط عليه محسن اشرف، يضطر يرجع لورا عند فتحي، ياخدوها لعيبه انبي بعد الضغط اللي عملوه في المناطق الاماميه، تسديد على الارض انما يمسكها. برافو يا ولد، برافو يا ولد يا فتحي يا مصطفى. النهارده كل التسديد اللي كان من بره ال 18 مرتين ثلاثه لعيبه انبي، المحاولات اللي عملوها منهم مرتين على فكره عن طريق محسن اشرف، مره في الشوط الاول ودي واحده في الشوط الثاني، يتعامل معاهم في منتهى التركيز والكفاءه فتحي حارس المرمى. تلعب الكوره اماميه ثاني، ياخدها في وسط الملعب زيزو، محمد هارون عاوز يلعبها في اتجاه علي ايهاب، برافو يا ولد بدماغه. حسام عادل يشيلها قبل ما ياخدها علي ايهاب ويروح ويقرب من منطقه الجزاء، ادي مدينا ظهره حسام عادل. الاثنين قلبي الدفاع النهارده حسام واحمد عبدين اللي ادوا ادوارهم الدفاعيه بشكل طيب. رميه التماس يلعب عمرو خالد لاحمد علاء، يشيل عرضيه احمد علاء انما يمسكها فتحي مصطفى. مباراه جيده جدا، الاهلي افضل على مستوى السيطره والوجود الهجومي، امبي بيحاول يشتغل بمرتدات، ادي يوسف السيد، يوسف عاوز يلف كده ويلطشها لعمار انما جسمه مش معدول، تطلع بره، جسمه مش معدول عمار، صعب ان هو يسدد بالطريقه دي وبالشكل ده، تطلع منه الى خارج الملعب. ضربه مرمى تتلعب تاني للبديل احمد علاء، لاعب البنيان بتاعه بسم الله ما شاء الله قوي، لازم نسمي كده على اللعيب احسن لعيب يقع ولا حاجه يقول لك الراجل المعلق حسده. على الارض يحطها كويس امير علاء ليوسف اسلام، يشتت اماميه في اتجاه عمار، عمار ليوسف السيد، يوسف ممكن يعمل انفراد يوسف انما تتعطل الكوره بعد ما اشترك معاه زياد محمد وتروح سهله لنور عمار. طويله اماميه عاوز يلعب نور قبل ما يرجع لعيبه النادي الاهلي تقف بشكل كويس في وسط ملعبها. احمد عبدين ماشي بيها، احمد عبدين جاي معاه محسن اشرف مش سايبه، يرجع على يوسف اسلام اللي رجع يغطي مكانه، عمار وليد جاي يستلم انما ياخدها احمد علاء لمحسن اشرف، يقراها كويس قوي، برافو يا ولد يا لعيب. حسام عادل على الرؤيه ويقطع قبل ما ياخدها احمد علاء هناك في الطرف اليمين عند عمر سيد معوض، اللي في اعتقادي كده بعد الخبطه اللي خدها عمر سيد معوض ممكن يكون تبديل في الوقت اللي جاي لو مش قادر، فعلا هو الراجل مسك رجله تاني عمر سيد معوض، عامل مباراه كبيره وسجل الهدف الروعه، هدف المباراه الوحيد لغايه دلوقتي. احمد علاء من الطرف اليمين عاوز يعدي ويعمل عرضيه، تدخل دفاعي من امير علاء ويخلصها كويس قوي، يمرر لقدام انما يقراها زيزو من الناحيه الثانيه، هات وخد مع علي ايهاب لزيزو، ده من 18 محسن اشرف، يرجع لورا الهارون، هارون يعلقها داخل المنطقه انما تحرك جيد من احمد عبدين يشيل بدماغه، تروح الناحيه الثانيه زياد محمد، زياد يسقطها جوه ال 18 انما يمسكها فتحي مصطفى. حب كده زياد ان هو يلعبها في اتجاه علي ايهاب اللي قدامنا، اللي قلت لحضراتكم مسجل ثلاث تجوان في لقاء نادي الاتحاد اللي فازوا بيه بنتيجه 8-1، اكبر نتيجه لغايه دلوقتي في الثلاث اسابيع اللي احنا لعبناهم، وهنشوف هل هيعمل تبديل اضطراري النادي الاهلي. عمر سيد معوض اللي كانت خبط من 3-4 دقايق وممكن يعمل تبديلين في وقت واحد، شايف انا رقم 7 عمر زكريا ورقم 27 محمد رضا، يبقى محمد رضا 27 عمر زكريا رقم 7 وخرج فعلا عمر سيد معوض، هنشوف، وابراهيم عادل يبقى سحب الاثنين اللي في وسط الملعب اللي بيعملوا عمليات الربط الهجومي، ابراهيم عادل وعمر سيد معوض، ونزل مكانهم محمد رضا
وعمر زكريا. هنشوف شكل النادي الأهلي في 19 دقيقة أو أقل كمان باقيين من أحداث اللقاء، بخروج اتنين من اللعيبة اللي أجادوا النهاردة، سواء عمر سيد معوض اللي جاب الجون أو إبراهيم عادل لاعب الوسط المهاجم اللي قدم أدوار جيدة. أدي قدامنا إبراهيم عادل هيبقى اللي موجود في الملعب. أدي لعبة خطيرة مش ممكن اللي فاتت، عايزين نشوف اللعبة اللي فاتت دي لعيبة إمبي لعبوا قبل ما الحكم، يعني أدي لعيبة النادي الأهلي خدوا الكرة كده وبدأوا الهجمة وبيكلموا لعيبة النادي الأهلي كابتن عبد الكريم نصار. هنشوف اللعبة تاني اللي فاجئونا بهجمة على مرمى فتحي مصطفى، إنما تطلع بره إلى ضربة مرمى. يبقى تبديلين هنا وتبديلين هنا، مالك آدم وأحمد علاء تبديلين لإنبي. وتبديلين للنادي الأهلي، محمد رضا وعمر زكريا على حساب إبراهيم عادل وعمر سيد معوض. تلعب الكرة تاني في وسط الملعب، أول لمسة لعمر زكريا، عمار يرجع بيها لورا عند يوسف إسلام، زايد عمر إسلام لقدام يشيلها حلو قوي، أمير علاء في اتجاه هشام مصطفى يطلع الدفاع عن طريق زياد محمد، يسيطر عليها تاني علي إيهاب. علي إيهاب لعيب برضه كويس قوي على فكرة، علي إيهاب اللي قدامنا ده استلم الراجل ويلعب تمريرة أمامية في اتجاه أحمد علاء قلب الهجوم دلوقتي، إنما ياخدها بشكل كويس حسام عادل إلى أمير علاء، أمير هيسيبها لعمار وليد وتطلع بره إلى رمي التماس. الدقيقة 74، 16 دقيقة على نهاية المباراة، لقاءات الجولة الثالثة من دوري الجمهورية 2006. تتلعب الكرة تاني على وسط الملعب من أحمد شريف في اتجاه محسن أشرف، هناك محسن لإبراهيم محمد، إبراهيم قطم ودخل لجوه يلعبها في الناحية العكسية عند أحمد علاء. علاء اللي خد واجبات عبد الله طارق اللي كان موجود في التشكيلة وخرج على حدود ال 18، زيزو يرجعها لورا عند هارون، إنما ما يقدروش إن هم يكملوا الهجمة، ياخدها لعيبة النادي الأهلي في اتجاه يوسف السيد، عاوز يلعبها لعمر زكريا، إنما تاني قدام ال 18 يعدي كويس قوي محمد رضا، الاثنين اللي لسه نازلين وهيبدأوا يقدموا واجباتهم الهجومية في أماكن إسلام اللي خرجوا بقى من الملعب، عمر سيد معوض وإبراهيم عادل. تتلعب تاني قدام ال 18، شيلها بدماغه عمرو خالد في اتجاه أحمد علاء، يقع على الأرض أمير علاء، أحمد علاء عاوز يعمل بيها مشوار من الطرف اليمين، إنما التغطية برافو يا ولد يا لعيب، رجع لورا يوسف إسلام الديفندر الأساسي أو الرئيس النهارده في تشكيلة سامر عبد الرحمن، يوسف إسلام رقم 25 واللي كان بيرجع في المناسبات الدفاعية بشكل كويس قوي. عمار وليد يرجع لورا، عمار عند حسام عادل، فتحي مصطفى حارس المرمى يسلمها لأحمد عبدين، ماشي بيها أحمد عبدين على جنب عبد الله طاهر، خرج من الناحية الثانية عبد الله طارق بقى اللي كان بيلعب في إنبي، يضغط عمر زكريا يشيل الدفاع عن طريق أحمد شريف على وسط الملعب، سيطر عليها علي إيهاب، هيمشي بيها علي بأربعة على أربعة، أربعة من إنبي على أربعة بالقميص الأحمر قدام ال 18، يعطل الهجمة كويس قوي. حسام عادل عامل مباراة كبيرة، وأحمد عبدين كمان، الاثنين قلبي الدفاع عاجبين النهاردة في تحركاتهم وعيهم الدفاعي، ازاي قضوا على خطورة محسن أشرف في الشوط الأول، وبعد نزول كمان أحمد علاء لغاية دلوقتي بيقفلوا كويس على الثلاثي الهجومي، أحمد علاء وإبراهيم محمد ومحسن أشرف، وبيجي من تحتهم بقى علي إيهاب، آدي الأربع أسماء هجومية اللي بيلعب بيهم سامي ندى في الشوط الثاني. هجمة للنادي الأهلي من وسط الملعب، ممكن أسرع من كده يعملوا خطورة، زايد ومتحرر وطالع لقدام حسام عادل، بص طالع لغاية فين، إنما في راية تسلل في اللعبة اللي فاتت، ضربة حرة تسلل على محمد رضا اللي هيشتغل في الطرف اليمين الهجومي من قدام عبد الله طاهر، وهيجي من جنبه كده شوية يسحب لقدام عمر زكريا اللاعب رقم 7. التبديلات اللي عملها الجهاز الفني النهاردة، اتخبط عمر سيد معوض في آخر تلت ساعة تقريبا،
يلعب على طول محمد هارون بعرض الملعب ويطولها لقدام. احمد علاء يعدي بيها احمد علاء، هيسدد تسديده انما عاليه بعيده الى ضربه مرمى. لعيب برضه بقول لحضراتكم بنيانه قوي احمد علاء اللي نزل اهو قدامنا ودفع بيه. الجهاز الفني في الجبهه اليمين الهجوميه عشان يتغير الشكل، بقى احمد علاء واخد الطرف اليمين الهجومي، ابراهيم محمد في الجبهه الشمال، ومحسن اشرف مازال هو الفرود الصريح قدام ال 18 في عمق دفاعات النادي الاهلي، وعلي ايهاب اللي بيجي من تحتهم اللاعب رقم 6. ضربه حره على مهله، احمد عبدين رايح حس كده ان فرقته عايزه تاخد نفسها وبذكاء برضه، تعليمات على طول من الكابتن سامر، كابتن احمد رؤوف ومعاهم كابتن محمد فتوح مدرب الحراس. تلعب تاني عمار وليد طالع له حلو قوي، امير علاء يشيل عرضيه، امير حلوه حلوه اللي فاتت العرضيه دي طلع لها يا دوبك كده يوسف السيد، كان عايز ارتقاء اعلى من كده انما كانت عاليه، انما عدى حلو قوي امير علاء وشال العرضيه في واحده من الهجمات المهمه للاهلاويه. تلعب تاني طويله على وسط الملعب، محسن اشرف تطلع بره الى تماس برضه من الناحيه الثانيه، كابتن سامي نادى قدامنا اهو بيزعق للاعيبته عشان ينفذوا التعليمات الجديده في الشوط الثاني. 1-0 عمر سيد معوض في الدقيقه 43، الاهلي متقدم بجون على انبي، يشيل زياد محمد ويطول لقدام عند محسن، تغطيه دفاعيه من امير علاء دخل لجوه، برافو يا ولد، ويشيلها تروح عند عمرو خالد يسيبها لمحمد هارون. شايف انا يوسف صلاح برضه تبديل ثالث اهوت لنادي انبي، يوسف صلاح رقم 18 اللي مدينا ظهره، يبقى دفعوا بثلاث اوراق. نشوف الهجمه، ادي عرضيه خطيره انما يتزحلق في الوقت المناسب، برافو يا ولد احمد شريف يطلعها بره. يبقى دفعوا باخر تبديلاتهم يوسف صلاح اللاعب رقم 18، كلها لعيبه عندها القدرات الهجوميه سواء احمد علاء او يوسف صلاح، ودفع بمالك ادم يكمل واجبات محمد سمير من الطرف الشمال، ياخدها لنفسه حلو قوي، برافو يا ولد. محمد رضا، محمد رضا عاوز يعدي بيها انما في دفعه، مشاور المساعد وليد عبد اللطيف، دفعه من محمد رضا للاعب انبي احمد شريف، ياخدوا معاها ضربه حره. 80 دقيقه بالتمام والكمال، خلاص 15 ثانيه ونوصل للدقيقه 80، 10 دقائق على نهايه الوقت الاصلي، محاولات لإنبي انما دفاعات النادي الاهلي مقفلين تماما. انطلاقه من عمرو خالد، يلعب عرضيه عمرو على حدود ال 18، كل اللعيبه كانت ضمت كده لجوه، راحت سهله في اتجاه عمر زكريا، يوسف اسلام تمريره مقطوعه ياخدها وماشي بيها احمد علاء اللي عامل خطوره بعد نزوله من الطرف اليمين الهجومي، يحل عليها حسام عادل بالذكاء وياخد معاه ضربه مرمى. قدامنا اهوت احمد علاء اللاعب رقم 9، كانوا بادئين بعبد الله طارق وابراهيم محمد طرفين للملعب، وغيروا اماكنهم اكتر من مره قبل ما يسحب عبد الله طارق ويعمل تبديلاته من بره. دفع بالثلاثي مالك ادم واحمد علاء ويوسف صلاح، عل وعسى ان هو يغير من شكله الهجومي في الاوقات اللي جايه. تتلعب عاليه طويله على منطقه وسط الملعب، يشيل من ورا زياد محمد، ترجع له تاني في اتجاه احمد علاء انما اقرب ليها، ياخدها امير علاء، امير علاء واحمد علاء اللي بيلعبوا دلوقتي قدام بعض تاني، خطيره خطيره هشام مصطفى ممكن انما يطلع نور ويحل المشكله والازمه الدفاعيه لفرقته، انفراد ليه هشام مصطفى كان ممكن يجيب الجون الثاني ويغطي النتيجة، إنما يرد بهجمة مرتدة في منتهى الخطورة يحطها في الجون، مش ممكن، جول 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 لنادي إنبي وخطأ من لعيبة النادي الأهلي، ويسجل على طول اللاعب الخطير علي إيهاب اللي قلت لحضراتكم هو اللي عامل الخطورة هدف. وبعد ما كان بيتدخل كده حسام عادل الكرة عدت بغرابة بعد خروج فتحي مصطفى حارس المرمى، التعادل لإنبي في وقت صعب جدا على النادي الاهلي. ادي الحكايه من اولها، الكره اتعملت في اتجاه اللاعب الخطير علي ايهاب، زق ودخل ال 18
وخد حسام عادل كده في ظهره ويلعبها سهله خطا كده من الحارس فتحي مصطفى بعد ما كان عامل مباراه جيده. كان المفروض ما يخرجش فتحي مصطفى طالما قريب خلاص حسام عادل وبيتعامل مع اللاعب علي ايهاب. التعادل انبي واحد والاهلي واحد. وادي انذار ليوسف السيد لاعب النادي الاهلي. هدف بقول لحضراتكم بعد ما النادي الاهلي راح بهجمات كتير على مرمى الفريق البترولي على مدار ال 82 دقيقه، وقلت ان النتيجه لغايه دلوقتي مكشوفه ليه لعيبه سامر عبد الرحمن، ضيع مرتين ثلاثه عمار وليد اهداف محققه اللي انا بتكلم عليها دي. هنشوف كده الحكم رايح في اتجاه نور عمر حارس مرمى نادي انبي، ولكن خرج بغرابه. برضو الخبرات لسه التراكميه للعيبه والاخطاء وارده، لعيبه حتى الكبيره على مستوى الفريق الاول عندها اخطاء مفيش اي مشكله. يبقى علي ايهاب اللي سجل هاتريك امام الاتحاد بيعيد نادي انبي النهارده للمباراه بهدف التعادل. دي اللعبه اللي كان مقرب بيها، مفيش قبلها بدقيقه اتفرض هشام مصطفى وطلعها نور عمر وردت بهجمه على النادي الاهلي هدف التعديل اللي جابه علي ايهاب. عموما الدقيقه 84 واحد الاهلي واحد انبي. ادي اللعبه هي بدايتها من عند محسن اشرف، والاول مره يهرب من الرقابه كده علي ايهاب ودخل بيه حسام عادل المنطقه وعملها بقول خروج بشكل غريب لفتحي مصطفى لأن الكرة رايحة ضعيفة والراجل خلاص خرج فتح له المرمى تماما. هنشوف النادي الأهلي سحب يوسف السيد دلوقتي وهنشوف مين اللي لعب مكانه الأوقات اللي جاية. أدي قدامنا هو يوسف هيبقى التبديل الثالث نازل. أدي التغيير رقم 8 محمد سعد. يبقى رقم 8 محمد سعد دفع بيه الكابتن سامر عبد الرحمن الست سبع دقايق اللي فاضلين. 1-1 انبي والاهلي بوش رجله اتلعب على طول من محمد سعد اللي لسه نازل. كان عمر زكريا والله هو اللي بيمرر اللاعب رقم 7. تدخل تاني من محمد سعد بقى المره دي جنب عمر، اتلعب على طول من عمر زكريا هناك عند عبد الله طاهر. لعيبه انبي يقطعوا الكوره تروح في الطرف الشمال تمريره اماميه مالك ادم يلعبها، انما يطلع المره دي بقى الحارس يظبطها فتحي مصطفى يلعب على طول فتحي. فتحي الى امير علاء، تدخل من محسن اشرف اللي عمل التمريره اللي جه منها هدف التعديل لفرقته وضربه حره لصالح امير علاء. بيقول لهم اطلعوا لقدام حسام عادل. احمد عبدين يسيبها لعمر زكريا في الطرف اليمين عند عبد الله طاهر، يقرب منهم محمد رضا وياخدها هيظبط على شماله يشيل عرضيه هناك الناحيه الثانيه، انما كان ضم لجوه في بدايه الهجمه هشام مصطفى. ويطلع نور عمر اللي عامل لغايه دلوقتي مباراه كبيره على فكره مع فرقته، انفرادين شالهم في الشوط الثاني، واحد من قدام عمار وليد ومره من قدام هشام مصطفى كابتن النادي الاهلي. احمد شريف مالك ادم يطلع لقدام انما تطلع بره الى رامي التماس في وسط ملعب انبي مستني لسه حد من زمايله يقرب كده. جاله عمر زكريا وكمان محمد رضا انما اتاخر كتير عبد الله طاهر في وسط الملعب. يوسف اسلام حسام عادل من الخلف للامام على الارض يلعبها في اتجاه أمير علاء. أمير عند هشام مصطفى إنما يقراها كويس وياخدها ويطلع بيها عمرو خالد، وعاوز يعمل الهجمة المرتدة اللي اشتغلوا عليها النهاردة في أكتر من مناسبة. وفاول لصالح نادي إنبي، اعتراض من حسام عادل على عبد الكريم نصار حكم المباراة، وضربة حرة لصالح محسن أشرف. فاول لإنبي. لو اتفرجوا على اللقاء تاني لعيبة النادي الأهلي والكابتن سامر لازم يأكد للعيبة على إهدار الفرص الكتير، وخصوصا إن أنت بتلعب فرقة قدامك تقيلة
وفرقه ارقامها جيده فرقه انبي، ما ينفعش عدد الفرص الكتير ده يضيع منك. ملعوبه كره تاني على وسط الملعب، انما النهارده مباراه جيده بكل امانه للكابتن سامي ندى المدير الفني للفريق البترولي وفرقته. رمي التماس عند عمرو خالد، لسه ما حدش قرب من زمايله عشان يسلمه، راجع لورا هشام مصطفى مع زمايله. امير تخبط الكره في احمد علاء وياخد منها تماس امير علاء، هيسيبها لازم يطلع لقدام هشام مصطفى ويسيب الكره بقى ولاعيبه النادي الاهلي تزيد، انما بيحلق عليهم محسن اشرف رقم 10. امير علاء يطول لقدام طويله اماميه من الناحيه الثانيه، زياد محمد يردها، خدها هشام الى يوسف اسلام لامير علاء، تخبط في ايد محسن وتبقى ضربه حره. هنشوف مد تماس ولا لمسه يد. اداها رامي التماس، رامي التماس امير علاء، جاي له يوسف اسلام، انما ضاغطين من قدام. بص لعيبه انبي بقى الوقت اللي جاي كام لعيب موجود دلوقتي في وسط ملعب النادي الاهلي عشان يضغطوا من المناطق الاماميه، نجحوا فيها في الشوط الثاني. محمد هارون بيضغط يتزحلق على الارض محمد رضا، انما بيكمل وطالع مالك ادم. مالك ادم اول مره نشوفه زايد بعد نزوله، تطلع بره الى رامي التماس. الدقيقه 89 1-1، انبي بيعدل النتيجه مع الدقيقه 82 تقريبا. الاهلي كان متقدم عن طريق عمر سيد معوض في الدقيقه 43 من احداث المباراه في الشوط الاول. هنشوف الحكم وقف اللعب تاني وتالت ورابع اكتر من مره، عبد الكريم نصار بيوقف اللعب النهارده. ادي الكابتن احمد رؤوف اللي واقف قدامنا، المدرب العام في جهاز النادي الاهلي. وهنشوف كده كابتن عبد الكريم، يمكن حد بيتكلم من بره ولا حاجه. الناحيه الثانيه جهاز الفني لنادي انبي كلهم اهو واقفين بيتكلموا، كابتن سامي ندى، كابتن محمد اسماعيل مدير قطاع الناشئين واقف النهارده. طبعا المباريات الكبيره بيبقى كل الانديه على قلب رجل واحد لما يجوا يلعبوا النادي الاهلي. استلام، تهرب الكره من يوسف اسلام، عاوز يعمل بيها هجمه مرتده محسن اشرف، محسن قدام منطقه الجزاء، انما يخلصها كويس المره دي حسام عادل. حسام ماشي بيها، لسه ما حدش ظهر له، يلعب بعرض الملعب كويسه في اتجاه عبد الله طاهر، ترجع تاني لعبد الله من عمر زكريا الى محمد رضا، عاوز يطلع عبد الله طاهر، تخبط الكره وياخدها لعيبه انبي في وسط ملعبهم عند زيزو. زيزو في اتجاه محمد هارون، انطلاقه لمحمد هارون من الطرف الشمال. مباراه حماسيه فيها اداء، ادي اللعبه تاني، احمد علاء خطير، محسن اشرف ممكن قدام ال 18 يطلع دفاع النادي الاهلي وياخده ويعمله هجمه مرتده، نزل لتحت هشام مصطفى، تمريره اماميه ممكن يستلم ويعمل انفراد، ادي اللعبه، خطير خطير، ممكن 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 الجون الثاني، جول جول جول، الهدف الثاني يسجله البديل محمد سعد. ثنائيه اهلاويه في مباراه قويه بين الفرقتين النهارده، هيتجننوا لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا اكثر سيطره اكثر استحواذ واكثر وصول للمرمى واهدار للفرص، انما ان بيعدل في اخر 8 دقائق ويرجع الاهلي بالتقدم. ادي التمريره وقلت ممكن من بره ال 18، لمها كويس قوي محمد سعد وخد الراجل كده قلبه مرتين، قلب الراجل مرتين وخدمته برده، زقها له كده احمد شريف ويكمل فيها محمد سعد عشان يحط فرقته في المقدمه مره ثانيه بهدفين مقابل هدف، 2 للاهلي 1 لانبي في مباراه قويه من لقاءات الاسبوع رقم 3 في دوري الجمهوريه 2006. محمد سعد احد تبديلات سامر عبد الرحمن، يكافئوا بالجون اللي جابه النهارده بعد ما تأزمت العمليه تماما بالتعادل اللي عمله علي ايهاب لاعب انبي في الدقيقه 82. يبقى 2 الاهلي 1 انبي. كل التحيه والتقدير للفرقتين النهارده، لعيبه واجهزه فنيه متعونا بمباراه في منتهى الجمال والروعه، سواء تشكيله النادي الاهلي والبدلاء اللي قدروا يغيروا. ادي الكره الاماميه، انما هيطلع فتحي مصطفى، وبتكلم كمان على التبديلات اللي عملها الجهاز الفني سواء محمد رضا او محمد سعد او عمر زكريا، قدر محمد سعد يسجل لهم الهدف الثاني. هيلعب لقدام فتحي مصطفى، طويله اماميه في اتجاه محمد رضا، جاي معاه مالك ادم، ادي الكره بره تطلع الى رامي التماس لصالح نادي انبي. مالك ادم
خد كارت احمر وخرج من الملعب، امبي هيكمل الدقايق اللي فاضله ب 10 لعيبه، اللاعب اللي كان جه من على دكه البدلاء مالك ادم، تتلعب الكره من جديد، يوسف اسلام على الارض حلوه لمحمد رضا، محمد رضا اللي اشتغل في الطرف اليمين الهجومي، ماشي بيها محمد رضا ترقيصه لزيزو، انما مقطوعه كره تاني، كفاح من الفرقتين لغايه الثواني الاخيره من المباراه، احمد علاء، احمد علاء جاي له زيزو يلعبها له، انسحاب تكتيكي لاعيبه النادي الاهلي في وسط ملعبهم، تروح هناك في الطرف اليمين عند عمرو خالد، تدخل دفاعي من حسام عادل عشان يعطل بدايه الهجمه، رمي التماس، تماس لصالح انبي، الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع، متحرر احمد شريف من المناطق الدفاعيه وجاي لغايه وسط الملعب، تتلعب تاني عند محمد هارون، الديفندر في تشكيله انبي، تتلعب من عمرو خالد جوه ال 18، يطلع ياخدها فتحي مصطفى، ادي فتحي مصطفى يظبط الكره بتاعته وياخدها وينزل بيها على الارض، هنشوف الحكم هيكمل كام دقيقه تاني وقت محتسب بدل ضايع، يلعب لقدام فتحي هناك عند محمد رضا، حط الكره قدامه بشكل كويس ويسلمها ليوسف اسلام، يوسف لعبد الله طاهر الى عمر زكريا، تطلع بره رمي التماس خارج الخطوط عند عبد الله طاهر على مهله كده، هيلعب رميه التماس، خلاص لعيبه النادي الاهلي عارفين ان هم قريبين من صفاره النهايه، وبذكاء عبد الله طاهر بيعطل اللعب شويه لغايه ما يقرب حد من زمايله، خلصها لنفسه كويس قوي عمر زكريا بره ال 18، محمد رضا يلعبها في اتجاه محمد سعد اللي جاب الجون الثاني اللي هيبقى جون غالي قوي لو الحكم صفر وانتهت المباراه بنفس النتيجه، عاليه طويله اماميه عند احمد علاء، طلع لفوق امير علاء رغم فارق الطول انما هو اللي خلص الكره بدماغه، برافو يا ولد يا امير، على وسط الملعب من جديد في اتجاه محمد سعد، انما ياخدها عمر زكريا يوصلوها لهشام مصطفى الى يوسف اسلام، النقطه المحوريه في منطقه وسط الملعب، خلصها كويس قوي امير علاء وراجع معاه احمد علاء من الناحيه الثانيه، انما اللي طلعها بره عمرو خالد، الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدل الضائع، الاهلي 2 عن طريق عمر سيد معوض والبديل محمد سعد، وهدف وحيد لإنبي عن طريق علي إيهاب، ادي محمد سعد اللي نزل اخر ربع ساعه وسجل الهدف الغالي لفرقته لغايه دلوقتي، استلام من محمد سعد قصيره هات وخد حلوه مع هشام مصطفى، يعلقوها جوه ال 18 في اتجاه محمد رضا، انما يطلع الدفاع للمره الثانيه، يوسف صلاح، يوسف الى علي إيهاب في وسط الملعب، زيزو محمد عبد العزيز، زيزو يفتح في الجبهه اليمين لعمر خالد، انما فرقه كويسه قوي فرقه انبي، فرقه كويسه قوي بكل امانه، ياخدها تاني النادي الاهلي، انطلاقه هشام مصطفى، هشام هشام هيخرج تاني بره المنطقه، لسه ما حدش ظاهر ليه في الكادر الهجومي داخل الصندوق، عشان كده اضطر ان هو يحتفظ بالكوره ويرجع بيها ويلم تاني عند رقم 7 عمر زكريا مع صفاره نهايه المباراه، 3 نقاط غاليه للنادي الاهلي بفوزه على انبي النهارده بنتيجه 2-1، عمر سيد معوض في الدقيقه 42 والدقيقه 88 يعزز النتيجه محمد سعد بعد التعادل اللي عملوه فريق انبي في الدقيقه 82 تقريبا عن طريق علي إيهاب. عشاء ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان، سعدنا بكم مع احداث مباراه النهارده دوري الجمهوريه 2006 اللي استضافه النادي الاهلي على ملعبه في مدينه نصر، ولكن يبقى الاستوديو التحليلي مع النجم الكابتن اسامه حسني ونجوم التحليل الفني كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، تحياتي محمد عفيفي، الى اللقاء.